اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء كل ليله سبت والاهلي خط احمر. يظل النادي الاهلي خط احمر بقيمه ومبادئه ورسالتنا اللي احنا متمسكين بيها ضد حاجات كتير جدا ممكن تسمعوها او تشوفوها عشان ضد النادي الاهلي، بس دورنا هنا دايما بنوضح، دايما بنرد، دايما بنكون الصوت اللي انتم منتظرينه يعبر عن النادي الاهلي وقضاياه ويتبنى دايما مواقفه. طبعا كان عندنا مباراة مهمة امام نادي فاركو، يمكن كانت بعد تعثر امام نادي فيوتشر، ويمكن ده اللي ادى مباراة صعوبة اكبر، لان انت كنت عايز تتجنب فكرة ان المباريات تبدأ تحقق فيها نتائج سلبية ونتعرض لفكرة ان انت تحبط نفسيا او ان انت تحس ان الامور مش ماشية بشكل افضل. فكان الفوز مهم رغم ظروف كتير جدا ورغم حاجات شفناها كتير جدا اكيد هنتكلم معاكم عنها بالتفصيل، ولكن المهم ان انت خرجت بالثلاث نقاط، كان شيء مهم جدا، كان في النهاية نتيجة رقمية مهمة بتحافظ ليك صدارة جدول الترتيب، وعندك كمان رحلة مع نادي سموحة بقيادة كابتن طارق العشري، فالتركيبة نفسها لازم تخليك تفكر كتير جدا ان المباراه دي تكون مركز فيها بنسبه 100%. اسامه، وخلينا نتكلم عن الهدف القاتل اللي جابه محمد شريف في الدقيقه 96. وانا بالنسبه لي الحاجات اللي زي دي كنا افتقدناها فتره كده، ولكن عدنا مره اخرى للنادي الاهلي بلس 90. والحقيقه انا لما بحقق الفوز كمشجع بالنسبه لي بتكلم عن نفسي، بنسى اي امور سلبيه، بنسى اي شيء حصل خلال الشوط الثاني، اللي بالتاكيد الجهاز الفني هيكون فيه وقفه مع اللاعبين وهيتكلم بوضوح مع اللاعبين. اما ما حدث خلال الشوط الاول كان فيه فرص كتير جدا نقدر نسجل منها، لكن خلينا نقف عند فكره الفوز في الدقيقه 96 والتعامل مع الفوز في الدقيقه 96. انا بشوف ان الطبيعي جدا من وجهه نظري ان يكون في فرحه كبيره جدا، خاصه ان احنا بدانا نكتب او نوجه رساله اننا مش هنعيش سيناريو الموسم الماضي. وعند سيناريو الموسم الماضي انا حابب اقول نقطه مهمه جدا، عشان كلنا ما نكررش الموسم الماضي يبقى لازم كلنا ما نكررش ما فعلناه الموسم الماضي. احنا تعادلنا المباراة اللي امام فيوتشر واللي بالتأكيد كان فيها استرخاء شديد جدا، واتكلمنا هنا بشكل كبير جدا وقلنا ان انتوا قدامكم رسالة توصلوها للمنافسين اللي كانت بتبقى عارفة وكويس قوي انها بتخاف تلاعب النادي الاهلي، وجبنا تصريحات لميدو. النهاردة بتيجي بتفوز في الدقيقة الاخيرة، يمكن الحاجة الإيجابية من المباراة إن أنت قدرت تطلع بالفوز، قدرت يكون عندك روح قتالية لنهاية المباراة وحتى آخر دقيقة وقدرت تفوز، ده نوع من أنواع تغيير سيناريو الموسم الماضي. يا ريت نتعامل مع المكاسب إحنا كمان كنوع من أنواع تغيير سيناريو الموسم الماضي، ألا وهو محاولة توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار الفني والنفسي للاعبين والجهاز الفني عشان يقدموا لنا أو يتخطوا أي صعوبة ممكن يقعوا فيها. بالنسبة لي أنا قلت كرة القدم تلعب من أجل الفوز وما زلت مقتنع بذلك. سلبياتنا ومشاكلنا أكيد الجهاز الفني رصدها، أكيد من حق الجماهير تنتقد كما تشاء، ده نوع واضح جدا في أي مكان في العالم. الجماهير لها تحفظات، الجماهير لها بعض الانتقادات، ولكن احنا هنا بنخاطب المسؤولين والمسؤولين عن المنظومة الإعلامية، وأعتقد هنا في النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي بيكون الدور داعم جدا وواضح جدا، وإن شاء الله الأمور الفنية هيعالجها مستر كولر، لكن الأمور النفسية دورنا بشكل واضح جدا إننا نبني على الفوز اللي حققناه، وإن شاء الله سيناريو الموسم الماضي لن يتغير، كلمة النهاية تكتب والأهلي بإذن الله بطل لدوري هذه النسخة. الأمور عايزة إرادة، الأمور عايزة إن احنا نكون نفسنا داخليا عايزين نغير الواقع ده، عايزين نحقق موسم مختلف، عايزين كبرياء البطل اللي هو أصلا من صفات النادي الأهلي ويظل طبيعي من مكوناته اللي بتخليك تحقق هدف مهم جدا وفي لحظة مهمة جدا، على قد ما يمكن الواحد نفسيا ما بقاش يعني بيتأثر بالقصص دي وبقت تبقى صعبة عليه شوية حتى لو في مباراة دوري، على قد ما كويس ان انت في كل الأحوال طبعا بتحتفظ بده وبتحتفظ بإرادتك وبتحتفظ برغبتك، وجزء مهم جدا انعكاسه نفسيا ان انت تقدر لآخر وقت تكون عندك الرغبة في الفوز يا أسامة. وزي ما انت كنت بتقول ان علينا كلنا ان احنا الموسم ده ان شاء الله بإذن الله نقدر نتكاتف عشان نحقق بطولة الدوري. يمكن شفنا كمان كولر واضح ان هو مذاكر القصة كويس،
واضح ان كولر ما عندوش رفاهيه ان هو يطلع راجل يقول الدنيا ماشيه وخلاص، لا الراجل اتكلم وهو كسبان مباراه الاتحاد ان هو غاضب، واتكلم في بعض النقاط الفنيه، ثم بمباراه فيوتشر اكيد كان تصريحاته كلنا شفناها واستعرضناها هنا وتكراره ايضا للفظ الغضب، واكيد المباراه الاخيره اتكلم عن بعض الامور وبعض النواقص وبعض الامور هو شايفها ازاي. فانا اعتقد الحاجه اللي بتطمني يا اسامه، طالما المدير الفني نفسه عارف القصة ماشية ازاي وواقعي وبيتعامل مع ادواته وبيشوف محتاج يضيف اليها ايه ومحتاج يعدل ايه، ده يخليك انت مطمن غير ما المدير الفني. وفي بعض اللحظات شفناها قبل كده تحس ان اسامة بيكلمك وهو بيكلم الجمهور اكتر منه ان هو مش لامس الواقع ومش لامس النتائج ومش لامس هو محتاج ايه. عشان كده لما انا قلت جملة الاخطاء الفنية خلوها للمدير الفني، لان انا شايف المدير الفني شايف الاخطاء الفنية، هو المنوط بالاصلاح بالتأكيد. انت كمشجع حقك تماما تفرح تزعل تعلق على المستوى، لكن في النهاية احنا عايزين نقول اننا في صدارة جدول الدوري، عايزين يكون عندنا يعني زي دفعة كده اننا نتخطى الدوري ده تحديدا، لان الدوري ده تحديدا هو اللي هيعمل لك الصعوبة دي. انا عارف انت كمشجع وكمتلقي قاعد شايف سيناريو الموسمين الماضيين، وبالتالي عندك مشكلة مع اي اخفاق او اي تعادل او اي اهتزاز حتى في المستوى الفني، تقول بص هنعيد تاني الموسم الماضي، خاصة وان كل العوامل المحيطة بينا هي زي ما هي ما بتتغيرش ومفيش حاجة اتغيرت، الأخطاء هي هي، الأخطاء الإدارية هي هي، حتى ضغط المباريات هو هو. وعايز أقف عند النقطة دي تحديدا وأتكلم إننا المفترض النهاردة كان الأهلي يلعب، ليه الأهلي يلعب بكرة وهو عنده مباراة يوم الأربعاء مع سيراميكا؟ طب ما نخليها السبت والأربعاء، ليه أنا أضغط يومين وألعب حد وسيراميكا اللي هيلعبني هيلعب يوم جمعة؟ ليه أنا ألعب مباراة يوم الأربعاء وأنا عندي مباراة يوم الاثنين مع بيراميدز ملعب يوم الخميس، خاصة إن بيراميدز هيلعب يوم الخميس؟ في النهايه ممكن تصل لنهايه الشهر ده او لنهايه شهر يناير ان انت بتلعب عدد مباريات نفس عدد مباريات المنافسين، لكن انا بتكلم هنا على المنافسين في المباراه، مش منافس زي نادي الزمالك او نادي بيراميدز، انا بتكلم عن منافس في المباراه. ليه يريح اكتر من يومين؟ ليه يريح اكتر من يوم؟ والموضوع ده فارق جدا. كنت اتمنى اننا يكون مباراه سموحه النهارده السبت ومباراه سيراميكا يوم الاربعاء، بحيث يكون في فارق زمني يقدر يخليك تستعد لمباراه سيراميكا، او النهارده لو هتلعب الحد الاهلي كنت خليتنا يوم الاثنين زي ما الزمالك هيلعب يوم الاثنين وهو يلعب معايا يوم الخميس قصدي وهو يلعب معايا يوم الحد، يعني بكره اهلي وزمالك، الاهلي يلعب اربعاء الزمالك يلعب خميس. طب ليه ما كنت العب خميس مع الزمالك؟ يبقى نفس الفتره الزمنيه، او عايز تخلي الزمالك بعد بيوم، خلينا انا قبل الزمالك بيوم وكنت العب يوم سبت. فدي عوامل كلها متواجده. ايه اللي ممكن يتغير؟ اللي ممكن يتغير بقى قرارات مدير فني، قرارات لاعبين، ان هم يبقوا عارفين ان الدوري ده مختلف تماما عن اي دوري، وانا واثق ان في حاله فوزنا ان شاء الله بالدوري ده هناخد اكتر من دوري متتالي وراه. القصه كلها والهزه النفسيه كلها وفقدان الثقه ده بسبب موسمين كان تقريبا نفس السيناريو في كل شيء، نتمنى ان السيناريو يتغير. عندي ثقه ان السيناريو هيتغير، لان الكولر اعلن وشاف بوضوح ان السيناريو اللي حصل الموسم الماضي مش هيحصل الموسم ده، فكلنا دعم لمستر كولر ان هو يقدر يشتغل على كل السلبيات اللي موجوده في الفريق ونحقق فوز يكون اهدى بكتير من قصه المستوى اللي بيتقدم في الشوط الثاني بعض الاوقات. متفق معاك يا اسامه جدا، وكمان عايز اقول حته راحت كمان سموحه، احنا يا جماعه ليه بنتكلم في ده؟ الناس ممكن تيجي تقول لك انت في بدايه الدوري، ده بيحصل دلوقتي، طب تخيل فيما بعد لما يبقى عندك قصة مؤجلات، ودي فقرة معانا، الوضع هيكون ازاي؟ فبالتالي في أمور بتتحط في الجدول وبتتحط في ترتيب المباريات وبتتحط في توقيت المباريات ممكن تبقى فارقة. وللأمانة شفنا المنافس وهو بيتكلم بوضوح ومديره الفني بيتكلم في فكرة الإجهاد وبيتكلم في فكرة فرق اليوم وبيتكلم في أمور دقيقة تتعلق بفكرة الإجهاد، مع إن ما تعرض ليه النادي الأهلي من إجهاد وما تعرض ليه النادي الأهلي على مدار منافسات مختلفة ومسابقات مختلفة كان بيلعبها. إحنا يا جماعة كلمناكم في دوري أبطال أفريقيا، أنت بتتكلم آخر سنتين، لأن السنة اللي قبلها قبل آخر سنتين يعني كان الزمالك وصل معاك للنهائي. طيب هتتكلم إن أنت خدت البطولة، لعبت كأس عالم إضافية للأندية مرتين بعدد مبارياتهم،
قدرت تحقق في الاثنين برونزيه، يعني انت رحت المدى بعيد جدا في عدد المباريات، لعبت ما يقرب من حوالي 11 مباراه زياده في افريقيا عن المنافس. كل ده يا جماعه تراكمي بيسبب ارهاق وبيسبب اجهاد، فبالك انت عندك كاس عالم للانديه جديد، عندك منافسات هتلعب فيها بشكل اكبر، فكل ده يخلينا نطرح السؤال، هو لو الاولى ان يبقى في فريق حتى لو بيلعب فرق 24 ساعه او بيلعب فرق يوم، فطبيعي طبيعي ان النادي الاهلي يكون وضع معكوس، اما وان الوضع مش هيبقى معكوس، على الاقل نشوف فكره ان الفريقين بياخدوا حظوظهم متساويه، لان اعتقد التفاصيل هي اللي بتحسم بطولات، تفاصيل تحكيم، تفاصيل في قرارات كتير جدا متعلقه بمصيرك كبطل. وزي ما احنا بنأكد يا جماعه فكره تخوفات الجمهور، لانه هو راصد امور قدامه بعينه على خلفيه احداث مسبقه تخلي عنده الظن السلبي بكل شيء الى ان يثبت العكس. انا لما باجي اتكلم معايا اهلاوي السنه دي مستحيل، وهو اسامه بيكلمني اصل حصل معانا كذا، والناس بقت حافظه زي ما احنا بنعمل هنا، ده التحكيم انتوا قلتوا كذا، وبعدين بياخد من على لسانك، انتوا قلتوا التحكيم كذا وقلتوا كذا، ويا استاذ محمد اصل احنا حصل واحنا اتكلمنا. فانت مستحيل يا جماعه في الوضع ده تيجي تقول للناس افترض ان الامور، لا ده انت هتفترض سوء النيه معاه الى ان يثبت العكس في اي حاجه، وده اللي احنا بنشوفه. ودورنا هنا، احنا دورنا هنا داخل البرنامج ان احنا نشاور على ده، ان احنا نقول ده غلط، ان احنا نرصد الظاهره، ويا جماعه ده دور الاعلام، دورنا المنوط بيه او حدوده ان احنا نرصد الظاهره ونكلمكم فيها ونقول الخطا فين. عشان كده من الامور اللي تستدعي التركيز هي مباراه سموحه بكره. سموحه القصه لا يعبر عنها بس الجدول، لو عرضنا جدول الترتيب الاهلي وسموحه بكره، النادي الاهلي في المركز الاول عنده 22 نقطة، سموحة موجود في المركز ال 12 عنده 7 نقاط. طبعا أنا بالنسبة لي تجربة طارق العشري مع سموحة نتائجها مش هي الأفضل حتى الآن، ويعني حتى لما بتفرج على الفريق فنيا بقى بعيدة عن النتائج، لأن أنا مش طول الوقت بميل للنتائج، بس حتى كمية طارق العشري مع سموحة أنا شايف لا الدنيا مختلفة عن طلائع الجيش تماما، حتى لو سموحة فيها أدوات كويسة. ولكن لازم نحط في اعتبارنا ان طارق العشري مدرب مع مباريات النادي الاهلي ما بتكونش افضل حاجه بالنسبه لنا، مدرب بيكون مبارياته صعبه جدا بيركز فيها جدا، هو عنده النهى وبتاع اللعب مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر فريق سموحه الموسم اللي فات كان من الفرق اللي عطلتك في الدوري، ده يستدعي ايه؟ يستدعي التركيز، التركيز بنسبه 100%. وزي ما قلنا ما تنتظرش ان حد هيديك المدينة الفاضلة ويوتوبيا عشان انت تحقق اللقب، اللقب ينتزع، غير كده الأمور صعبة. هو طبعا عندنا مباراة مهمة جدا أمام فريق سموحة، ولكن فريق سموحة خليني أقول لكم إن يعني آخر 5 مباريات هو قدر يفوز في مباراة واحدة، تعادل مباراتين وخسر مباراتين، على عكس النادي الأهلي اللي آخر 5 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة فيوتشر بسيناريو يعني هو الأسوأ بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. لكن زي ما قلنا سموحة يعني مريح يوم عن النادي الاهلي، وخلينا نتكلم بوضوح ان قصه كاس العالم للانديه جت مفاجاه بالتاكيد وهنتكلم عن ده، فممكن تربك ما بعد جدول الدوري، لكن كان مهم اننا نركز ان كان المفترض الاهلي يلعب النهارده مع سموحه بدل من يوم الاحد، ويتم مراجعه الجدول بشكل واضح يعني تبعا لمصلحه الفريق من وجهه نظرنا، ربما من وجهه نظر مارسيل كولر لما اتعرض عليه الجدول او الكابتن صلاح فيز ما عندهمش اي تحفظات على القصه، احنا بس بنحاول نوضح ان ليه الفريق اللي بيقابلنا مريح يوم او يومين زي ما حصل مع سموحه ويحصل مع سيراميكا ويحصل مع بيراميدز، مش فقط لا غير، كمان المده الزمنيه بين المباريات زيك زي الزمالك، لان انا قلت انت هتلعب الحد والزمالك هيلعب الحد، انت هتلعب الاربع والزمالك هيلعب الخميس، وبالتالي ده ضغط على النادي الاهلي من بدايه الموسم، نتمنى ان هو يتجاوزه، ان شاء الله النادي الاهلي قادر على انه يغير السيناريو ده، حتى لو في بعض المشكلات وبعض الاصابات وبعض الاشياء او الاخبار اللي ممكن تقف قدامها فتره، يعني في كده حاله صدمه، ده بالظبط اللي حصل لنا واحنا بنتناول او بنستقبل خبر إصابة أكرم توفيق. النادي الأهلي لم يعلن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي إيه نوع الإصابة، لأن القصة يعني في أشعة بتجرأ مرة واثنين وثلاثة لتحديد حجم القطع في الرباط الصليبي. طبعا إصابة موجعة لجماهير النادي الأهلي وخاصة مع أكرم توفيق اللي لسه عائد من نفس الإصابة يا فارس، ولكن كانت في القدم الأخرى. بس ما أسامة لما أتكلم أنا وأنت تحديدا لازم أبقى أمين، إحنا من الناس اللي عندنا دايما اعتقاد بأن أكرم توفيق
قيمة مضافة للنادي الأهلي. وهنا طول الوقت كلامنا، يمكن حتى أنا قلت لك قبل كده كنا بنتناقش في حلقة عن حتة وجوده في مباراة الوداد، فقلت لك لقيت الناس بتكلمني تاني يوم أنتوا يعني هو أكرم كذا، وجينا تناولناه في الحلقة اللي بعدها أن أكرم طبعا ممكن يصنع الفارق في مباراة الوداد وفي غيرها من المباريات. ليه يا جماعة؟ لأن أكرم لاعب نوعي. يعني إيه لاعب نوعي؟ القصة مش هو لاعب من عدد 11 بيبدأوا المباراة خالص، هو لاعب نوعي في قيمته الفنية، لاعب نوعي في قدرته على صناعة الفارق، لاعب نوعي في شخصيته، لاعب نوعي في أهدافه داخل المباراة، لاعب نوعي في قتاله في كل لعبة، لاعب نوعي على شكل النادي الأهلي. أكرم يا جماعة من اللعيبة اللي أنت كأهلاوي أو أي حد عارف تاريخيا شكل لعيبة النادي الأهلي على مستوى الأخلاق، على مستوى الروح، على مستوى ان قدراتك دايما، على فكره مش ممكن تكون لاعب عندك كل حاجه في القدرات، بس انت دايما لما بتيجي تديني من قدراتك بتديني كام في الميه في الملعب؟ اكرم بيدي دايما كل اللي عنده في الملعب، بيحاول يديك 100% من قدراته، وانا بشوف ده احسن من لاعب يكون مثلا قدراته قد تصل في الطبيعي في العموم بتاعها 100% بس دايما بيديك 70، دايما ماتش 90 وماتش 50%، لا اكرم انت عارف ان الحد الادنى عند اكرم هو بيحطه في حته تانية داخل المباراه، فخسارتك لاكرم هو خساره نوعيه، وطبعا في النهايه طبعا نتمنى ليه الشفاء، ودي حاجه بتاعه ربنا محدش فينا يقدر يعترض عليها، ولكن احنا بنعرب ليه احنا جوانا مشاعر خاصه باكرم، لان اكرم كمان يعني الواحد بيقولها وهو زعلان، كان لسه طبعا راجع من اصابه وما كانش بيشارك في كاس العالم للانديه اللي فاتت، مع انه كان من اللعيبه اللي تتمنى تشوفها في كاس العالم للانديه، وده بيغيب عن كاس عالم الانديه تانية او انت بتشوف ان هو بيصاب من جديد، فاكيد القصه بالنسبه له بتكون مختلفه وبالنسبه لنا بتكون مختلفه، ولكن العزاء الوحيد ان اكرم من اللعيبه اللي رغم ده اسامه تقدر تراهن انه يقدر يرجع، ويقدر يرجع بقدراته وامكانياته، ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي تخليك يعني تقول ان لا اكرم ان شاء الله ده ما يعطلوش في حاجه ان شاء الله، وده يعني املنا كبير في اكرم، خاصه لعيب لسه مش كبير في السن بشكل كبير، هيقدر ان شاء الله يتعامل مع الاصابه، وان شاء الله الاصابه تكون يعني بشكل جزئي ما تكونش بشكل كامل. ولكن وانت بتتكلم عن اصابه وبتتكلم عن اخلاقيات اكرم، يعني مش هتلاقي تصريح لاكرم فيه استفزاز لمنافس، مش هتلاقي تصريح لاكرم فيه اي مشكله مع جماهير منافسه او مع لعيبه منافسه. حتى طبيعه اكرم لما شارك في كاس العالم الاولى وحصل على الميداليه البرونزيه مع النادي الاهلي بعد مباراه بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، كان كل كلامه دعابه مع منافسين، ده كان بيتارجز عليا فوديته عند الدكه، وكلام كله هزار وكلام كله دعابه، وكان يستحق ان هو يشارك في كاس العالم الثانيه، لكن القدر يعني والاصابه من عند الله، فطبعا ما جاش لا يقدر يشارك في كاس العالم الماضيه اللي حققنا فيها البرونزيه ولا الثالثه على التوالي، لكن ان شاء الله قادر على انه يعود سريعا للملاعب. وده يعني ما يشغلناش عن اننا عندنا محمد هاني وكريم فؤاد، ونكون حريصين جدا في التعامل في النقطه دي قبل ما نروح للناس اللي حاولت تستغل الاصابه دي وتشعل النار. يعني عندنا محمد هاني لاعب مونديال وانت لعيبه ناقصين، كان علامه فارقه في ماتش مونتريل المكسيكي، سجل هدف الفوز، يعني ماتشات كبيره لعبها، حتى قلنا يا ريت محمد هاني يفضل على مستواه المونديالي. خد بالك وانت بتتكلم عن خسارتك لاكرم لازم تبقى مركز ان السلاح اللي انت هتكمل بيه لغايه على الاقل فتره الانتقالات اللي هي خلاص قربت، يعني ما اعرفش لسه في خطه ان انت تجيب مدافع باك رايت ولا لا، لكن على الاقل انت عندك محمد هاني، عندك كريم فؤاد يقدروا يلعبوا الدور ده، عندك مارسيل كولر اكيد هيحدد طلباته، هل الاثنين دول كافيين تكمل بيهم الموسم ولا لا؟ فخلينا حتى يعني اشعار اخر يبقى كلامنا ما يتناولش لاعب عندك بانك تخفض معنوياته او تقلل من معنوياته، خاصه وان ده السلاح اللي انت هتلعب بيه على الماتش سموحه وماتش سيراميكا كليوباترا وربما ماتش بيراميدز اكيد ليه؟ يعني لا انا بقول ممكن فتره النقاش شويه يكون مارسيل كولر عنده قصه، فاحنا بنتكلم على الاقل اسلحتك دي انت بتتكلم متاحه بالظبط، المتاحه حاليا تقدر تدعمه بشكل واضح، او على الاقل يعني لو انت حتى مش عايز تدعم بلاش فكره الانتقاص من اللاعب، لان اللاعب ممكن زي ما قدم في مونديال الانديه مستوى متميز يقدر يقدم مستوى متميز، واكيد دي اسلحتنا اللي بنحارب بيها، لان دي نقطه مهمه فارس، البعض بيقف عند قصه فقدان اللاعب الاساسي، بالتاكيد الاساسي مختلف واقرب مختلف زي ما علي معلول مختلف عن اقرب منافس ليه، فبنروح نبدا نقلل من قصه المنافس اللي احنا هنعتمد عليه تاني يوم.
عشان نكون صريحين وعشان نوضح الفكرة دي بشكل مباشر كمان في فهم فلسفة أي فريق. يا جماعة الناس كانت بتتكلم بعد طبعا ما النادي الأهلي أعلن عقوبة خاصة بأفشة أيا كانت بقى ملابساتها، ده أمر تاني مش ده اللي بنتناوله. بعض الناس كانت بتتكلم في فكرة أصل مشاركة أفشة من عدمها في المباراة اللي بعدها. أنا كان بالنسبة لي يا جماعة أنت وقعت عقوبة، المدير الفني والجهاز الإداري هم اللي بيحددوا حجم العقوبة مقارنة بأي تصرف هم عندهم أبعاده، واللاعب بتستفيد منه فنيا. ليه؟ لأن المدير الفني بيبص لمصلحة الفريق. نفس اللي أسامة بيتكلمكم فيه هو فكرة إن أنت بقى ده هنا مش عقوبة، ده لاعب متاح ليك فنيا، محمد هاني أو كريم فؤاد أو اللعيبة اللي تقدر توظفها في المركز ده، فبالتالي أنت طبيعي كمشجع يكون عندك ترتيب رقم واحد ورقم اتنين، وده اللي أنت شايفه، وفعلا أكرم خلال الموسم ده كان رقم واحد، ده لا خلاف عليه. ولكن فكرة الآراء المسبقة إن إحنا نعمل ضغوط على نفسنا في مركز، طب معلش ما هو نفس السؤال اللي احنا بنطرحه، قول لي ايه البدايل؟ يعني قول لي ايه الحل عندك على الاقل زي ما انت قلت لحد ما المدير الفني يشوف اذا كان محتاج حاجه في فتره الانتقالات ولا لا، قول لي طب هنعمل ايه؟ يعني مثلا هنيجي ايه الحل بقى؟ ايه البديل عندك؟ هنلعب من غير باك يمين؟ لا. فبالتالي تمام، انا ما بقولكش قول احكام مسبقه وان ده انا ضامن انه هيسد الفراغ، لا، بس على الاقل يعني زي ما بنقول كده ويت اند سي، استنى وشوف. هو على الاقل تبقى يعني فاهم ابعاد المرحله، لان حتى في النهايه لو انت قدرت تتعاقد مع باك يمين يعني محلي ما اعتقدش ان انت هتشوف جوده تقدر تخليك في الباك اليمين تعتمد عليه مباشره، لان الحقيقه هو المركز ده بالنسبه لي في ازمه تقريبا من بعد اعتزال ابراهيم حسن، حتى احمد فتحي تم توظيفه باك رايت، اكرم توفيق اصلا تم توظيفه باك رايت واستغلال المكانه دي، حتى عمر كمال عبد الواحد لما راح منتخب مصر تم توظيفه باك رايت، ولما اتصاب اكرم واتصاب عمر كمال عبد الواحد لعبنا بامام عاشور لاعب الزمالك باك رايت، فالقصه فيها ازمه الحقيقه، ولكن ان شاء الله نتخطى هذه الازمه. لكن الازمه الاصعب هي ازمه الاخلاقيات، هي ازمه محاوله يعني مش عارف اصطياد حاله المفترض تكون انسانيه صعبه جدا، لاعب يصاب لتاني مره في فتره قليله جدا، ويدخل بعض يصفي حساباته مع كهربا ويبدا يتحدث عن ان كهربا هو المتسبب في اصابه اكرم توفيق، وطبعا الدايره بتشتعل وتنتشر وتستمر وتتوغل، لان القصه باختصار شديد تخطت مرحله الجوانب الاخلاقيه والمنافسه الرياضيه، حتى وصلت لمرحله من الايذاء النفسي، ان انا ما عنديش ادنى مشكله ان انا اتهم حد بانه سبب في اصابه لاعب متعمدا عشان اصفي حساباتي معاه، او عشان اعمل حاله من عدم الاستقرار داخل الفريق. الرد سهل يا جماعه والله، بس احنا ليه وصلنا للمرحله دي؟ ليه بنصل للقصه دي؟ خاصه لما بيكون في ناس يعني تكتشف ان هم على درجه من العلم والمكانه الاجتماعيه وبيبداوا يروجوا للفكره دي، وهي اصلا فكره كاذبه يعني لم تحدث على الاطلاق ولم يكن هناك اي التحام، وده حتى اللي اكرم توفيق فارس يعني اعلنه لما الراجل مصاب وفي عز ازمته دي وبيوصل له صدى المشكله دي ان في لاعب تعمد اصابته، فتخيل يقوم اللاعب ده وفي حالته النفسيه دي يعني عشان خاطر زميله والاذى النفسي اللي يقع على زميله يضطر ان هو يطلع يوضح بنفسه. بالظبط، هو ده المفتاح بتاع كل اللي احنا بنتكلم فيه. تخيل انت، وانا في مصطلحات ما بحبش استخدمها، ولكن انا مش عايز اقول ان هو انعدام اخلاقيات، ولكن يعني حد نزعت منه اي حاجه لها علاقه بانك تكون انسان سوي. بمعنى على فكره ممكن ما تحبش كهربا، وممكن تكون عندك موقف من كهربا لانه ساب ناديك، او كل ده على فكره امور بشريه وامور في كره القدم وامور في التنافس، وعادي جدا وتصفر على كهربا وشفناها في العالم كله وترفع لافتات ضد كل ده. يا جماعه انا بقول لكم اهو ده في كره القدم، ولكن في حته اللي بتميز ان احنا لسه جوانا اقل وادنى درجات ان احنا بنحترم ادميتنا. لاعب عنده اصابه كبيره جدا ومؤثره، يا فرحتي وانت طالع الصبح تقول لي الف سلامه، ما هو ده يا جماعه الطبيعي. ان شاء الله لا قدر الله يعني ما حدش يجيب اصابه لاي لاعب في اي نادي منافس، ده طبعا مستحيل اي انسان سوي يتمنى اصابه لاي لاعب. فطبيعي هو ليس شعور فيه تفضل وليس شعور فيه عمل استثنائي انك تطلع تقول الف سلامه لاكرم توفيق، الف سلامه لاكرم توفيق واي لاعب في كره القدم المصريه ممكن يتعرض لاصابه، دي قصه منتهيه. انما ان انت عشان جواك كراهيه تجاه لاعب زي كهربا تدور على اكتر حاجه فيها انعدام اخلاق وانسانيه، وتيجي تقول ادي كهربا اللي تسبب في اصابه اكرم توفيق، او ادي كهربا عملها في اكرم توفيق، او ادي كهربا شفته عشان احنا كنا بنقول كهربا كذا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟
ايه ده؟ ده فين ده في الرياضه؟ فين ده في الادميه بتاعت اي انسان عشان يكتب ده اصلا ولا يقول ده ولا يعمل ده؟ لدرجه هي دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها، راجل وسط كل معاناته والله اعلم هو لسه لا عارف وضع الاصابه النهائي ايه، لان طبعا بعد كمان اصابه الركبه والرباط الصليبي بتكون ركبه متورمه وقصص شفناها مع لاعبين كتير قبل كده. هو لا لسه حسم اموره ولا لسه قطع اموره، ممكن يتعالج فين؟ واللاعب في دماغه مليون حاجه، تخيل تحت كل الظروف دي اطلع ارد واطلع اقول كهربا ملوش دعوه، انت مش بس اذيت كهربا، انت اذيت الراجل اللي بتقول له الف سلامه الصبح، لان اصعب شعور في الدنيا ان انت تيجي تحط الراجل في حاجه ان انا اتسببت في اصابه لاعب كهربا تسبب في اصابتي. يعني يا جماعه في امور اصلا خيال الواحد مهما وصل بيه انه يجي يتكلم فيها ببرنامج رياضي، اقسم بالله ما كانت هتعدي عليه ان نيجي نتناقش في الحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده، لان البعض وصل بيه الامور لحد ان هو فعلا فعلا لا يحترم نفسه وان هو فعلا فقد اي ادميه. يعني الموقف يعني اعتقد صعب جدا، ولكن يعني العقلاء اكيد اكيد يعني هتروح لهم الرساله ويتفهموا ان الامر يعني ابعد من فكره التنافس في كره قدم، كلنا بنتنافس في كره القدم، ولكن يعني الجانب الانساني ده يعني بنكون حريصين جدا شويه واحنا بنحاول نقتحم حدوده يعني. لكن اكرم كتب على الانستجرام، ممكن برضو نوصل رساله اكرم، وبيقول الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا، ثانيا في ناس بتقول ان كهرباء سبب الاصابه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش اي التحام بيني وبين كهرباء، ده قدر وتاني قدر، يعني الراجل بياكد على انه قدر، والقدر ما فيهوش مفر، وانا طول عمري عارف ان الدنيا دار ابتلاء، وانا راضي عن قدر ربنا وعن اختيارات ربنا، والحمد لله رب العالمين، وقدر الله وما شاء الله فعل. ثالثا شكرا لكل الناس اللي سالت عليا واللي كان نفسه يسال عليا. يعني قلوبنا بتدعي ليك يا اكرم، وكل بني ادم سوي يعني رياضي ايا كان انتمائه عارف كويس قوي ان اصعب لحظات بتمر على لاعب كره القدم او اي لعبه هي اصابته، هي حرمانه من انه يعني يؤدي واجبه، وده مصدر دخله، والامر بيكون كمان يعني لما الاصابه تبقى اكبر الموضوع المفترض يكون في رفق اكتر من كده. خلوني اقول لكم ان جماهير النادي الاهلي هي كمان قادره تسال على اكرم توفيق، وده دور لا يمكن ابدا يعني ان يفوت جماهير النادي الاهلي، فشاركونا على هاشتاج ادعم اكرم توفيق هاشتاج على تويتر، وان شاء الله هنعرض رسائلكم دي خلال البرنامج، وباذن الله توصل لاكرم توفيق. اهلاوي زملكاوي، لو انت شايف ان اكرم توفيق بعد الاصابه الثانيه محتاج دعم، ادعم اكرم توفيق، واحنا هنعرض رسالتك. هنطلع كده نفكركم بحاله من حالات اكرم توفيق في الملاعب، وبعدها نطلع فاصل، وانتظرونا بعد الفاصل والاهلي خط احمر. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر، اكيد هنواصل معاكم فقراتنا ومواضيعنا الهامه جدا والمتعلقه بالنادي الاهلي، ولكن واحنا شغالين معاكم طبعا عرفنا ان في مباراه السله ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري طبعا لوحه الاعلانات وقعت على جمهور الاتحاد. طبعا احنا كنا بنتكلم من شويه عن فكره الاصابه وفكره ده، فنتمنى ان شاء الله ليهم السلامه، ونتمنى ان يكون الامور بخير وما يكونش اي حد وسام تعرض للايذاء، لان ده اهم حاجه بالنسبه لنا وكفايانا وجع بقى. يعني بالتاكيد يعني مش عايزين نعيد اي ذكريات سلبيه عن المدرجات، كل الامنيات وكل الدعوات ان يكون الامر بسيط وما يكونش فيه اي مصاب ولا اي حاجه بعد الشر عن اي مشجع من مشجعي الاتحاد السكندري او اي يعني اي حد موجود في الملعب. الحقيقه الصوره يعني مقلقه، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني خلال الهواء نقدر نطمن على القصه دي، وان شاء الله باذن الله ما يكونش في اي اصابه او تكون اصابات بسيطه باذن الله. ان شاء الله يا اسامه، واحنا يعني من خلال فريق اعدادنا هنوافيكم طبعا، كتير من الناس بتتفرج برضو اكيد على الاهلي خط احمر ومتابعه الماتش، فاحنا برضو هنوافيكم دايما باي مستجدات تجيلنا في القصه دي. نتمنى ان شاء الله باذن الله السلامه لكل مشجع مصري، لان ده هدفنا الاول والاخير قبل اي حاجه تتعلق باي لعبه. طبعا كان عندنا الاسبوع ده حاجه مختلفه، وهي مش مختلفه، هو جديد قديم. يعني ايه؟ يعني لاعب الجوله اهلاوي
لاعب الجوله المره دي هناخد القصه بتاعت اختياره ونروح معاكم لحاجه اتكلمنا فيها هنا قبل كده، مخاوف جمهور النادي الاهلي المتعلقه باختيار لاعب الجوله بالتصويت، وده معلن من البدايه ومعلن من بدايه الدوري افكاره، وكل ده هنروح ونناقشه لان احنا قلنا لكم ان عندنا تخوفات نتيجه ضغوط بنشوفها غير مبرره، وكأن جمهور النادي الأهلي مش مطالب أنه يتفوق في حاجة، وكأن جمهور النادي الأهلي عشان له مشاركة وله فعالية كعادته وهو الجمهور الأكبر لأي فريق داخل الوطن العربي لازم يكون في محاولة من محاولات إفساد الموضوع. ودايما زي ما كابتن محمود الخطيب قال، البعض ما بيحاولش يشتغل لنجاحاته على قد ما هو بيركز مع نجاحاتك أنت وبيركز مع إفشالك أنت وبيركز على تفوقك أنت. فعلي معلول كان لاعب الجوله وجمهور النادي الاهلي شايف ان هو اللاعب اللي يستحق التصويت، لان علي معلول معادله كبيره جدا في النادي الاهلي، واختياره لاعب الجوله كان مهم جدا بالنسبه لنا لان علي معلول دايما بيواصل تالقه، علي معلول دايما بيواصل فكره ان هو يصنع الفارق، علي معلول دايما بيواصل ان هو يا اسامه يكون لاعب مهم جدا عامل السن بالنسبه له ومقارنه بعطائه، وبيوصل رقم كبير جدا في صناعة الأهداف مع النادي الأهلي. أعتقد جمهور النادي الأهلي كان عايز في الجولة دي يبدي شكل من أشكال التقدير لعلي معلول. ده بالتأكيد يعني يكفي أن أول لما طبعا خلينا نتكلم أن الجولة أو القصة دي أو التصويت اتأجل شوية، وكان واضح أن ربما في محاولة للاستجابة لضغوط، ولكن ضغوط جماهير النادي الأهلي كانت أقوى بشكل كبير جدا، وبدأت تتساءل أين التصويت، أين لاعب الجولة، أين لاعب الجولة. وبالفعل نزل لاعب الجولة من اختيار الجماهير في البدايه. انتوا عارفين طريقه الاليه مين من وجهه نظرك لاعب الجوله، فبتبدا الجماهير تدخل تدي اصوات لاعبين الجوله بعد كده، او الرابطه بعد كده بتاخد اعلى 3 اصوات وتنزلهم في استفتاء. ده اتاخر، ما علينا، قلنا انشغال في مباريات، قلنا اي حاجه، وبالتالي مده الاستفتاء كانت صغيره جدا على عكس الاستفتاءات السابقه ان هي تكون 24 ساعه. بمجرد ما تم طرح مين من وجهه نظركم لاعب الجولة، علي معلول أصبح ترند رقم 1 في مصر على تويتر ب 23,000 تغريدة علي معلول، 23,000 تغريدة علي معلول في ساعة زمن واحدة فقط لا غير. ده غير بقى اللي قال علولو، غير اللي قال بقى التونسي، غير اللي قال اللول، يعني دلعوا كتير جدا، لكن كلمة علي معلول في ساعة زمن كانت رقم 1 ترند في مصر على تويتر، ودي من محبة جماهير النادي الأهلي لعلي معلول، لأن علي معلول من اللعيبة اللي هي بجينات النادي الأهلي. أنا دايما بقول تونسي الأصل أهلاوي الهوى، علي معلول من أهم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي على مستوى صناعة اللعب، حتى وهو بيلعب في مركزه ده علي معلول قادر وهو في مركزه ده ان هو يصنع اهداف. شفنا الهدف اللي صنعه في مباراه فاركو الاحمد عبد القادر، ما يعملش الحاجات دي غير علي معلول، اسرع ديليفري في مصر واهم اسيست في مصر، اللي تخطى لاعبين كبار جدا، يمكن تخطى عبد الله السعيد في صناعه الاهداف، وعبد الله السعيد اصلا دوره بلاي ميكر وصانع اهداف، لكن علي معلول كمان لو كان في امكانيات ان انت تلعب الكرات العرضيه او مهاجم صندوق بشكل كويس بيجيد العاب الراس، كان ممكن علي معلول ارقامه دي تصل لاضعاف. لكن بالتاكيد علي معلول قدم خلال الموسم ده، وكل موسم اللي يطمنك ان علي معلول هي القصه. بس المشكله في علي معلول حاجه واحده بس، ان هو مصعبها علينا ببديل علي معلول، لان الفوارق شاسعه ما بين علي معلول واي باك ليفت موجود داخل قاره افريقيا، فهي دي الصعوبه اللي علي معلول مصعبه علينا. عشان كده لما بنفتقده لايقاف او لا قدر الله اصابه بنستشعر ان المكان ده لا ناقصه كتير قوي. طبعا اصل يعني الذهب لا يقارن، وعلي معلول هو ذهب، هو حاجه موجوده في النادي الاهلي، قيمه مضافه للفريق، هو حاجه استثنائيه، هو قائد بدون شاره، ودايما بقولها طبعا، واكيد النادي الاهلي فيه لاعبين كتير يتصفوا بالفكره دي، ولكن علي معلول هو قائد بدون شاره، لان هو فيه صفات القائد، فيه صفات الاخلاص، الحب للفريق، ازاي هو فعلا شبه النادي الاهلي، وده اللي كنا بنقوله على عكرم من شويه. ولكن نرجع بقى لقصتنا اللي هي خاصه بالتصويت. ليه بنقول لكم ده؟ لان يا جماعه الموضوع واضح ان هو عامل ازمه للبعض، وعامل ازمه ليه احنا مش عارفين. هل لان اي حاجه بتبرز النادي الاهلي بتكون ازمه؟ هل ان انت تقول النادي الاهلي نادي القرن يبرز عند البعض ازمه؟ هل ان انت تقول النادي الاهلي عنده 42 دوري بتعمل للبعض ازمه؟ هل ان انت تقول النادي الاهلي عنده 10 بطولات افريقيا بتعمل للبعض ازمه؟ هل ان انت تقول ان جماهيريه النادي الاهلي من خلال صفحات التواصل وعلى مدار تاريخه في حضوره الجماهيري وحاجات كتير جدا، هل بتعمل للبعض ازمه؟ طب صدقني لو عندك ازمه فانا مش ملام فيها،
المشكلة عندك أنت، يا إما لأن أنت بترفض واقع مش عايز تقر بيه، يا إما أن أنت حلك بالنسبة لي أن أنت تنال مني مش أن أنت تعالج أزمتك، اللي هو إيه؟ الموضوع ده مش هيتغير، طب أنا زعلان. طب يا جماعة مش الأمور بتدار كذا، عشان كده إحنا عايزين نعرض لكم جاية إزاي الأزمة وسببها إيه عند البعض وردودها إيه بالمنطق وبهدوء، زي ما اتعودتوا الأهلي خط أحمر بيخاطب القضية أكتر ما يخاطب الأشخاص، لأن إحنا نادرا ما نستدعي فكرة إن إحنا عندنا مشكلة مع الشخص مش مع اللي بيقوله. فتعالوا نسمع خالد الغندور وهو بيعبر عن اللي إحنا بنقوله، فكرة إيه هي الأزمة بالنسبة لحد بيرى بعين زملكاوية. لكن تعالوا لحاجة مهمة جدا، وهو كل الناس اتكلمت عنها امبارح، وهو موضوع لاعب الجولة. معناها ان في 9 ماتشات كل جولة، ال9 ماتشات رابطة الأندية بتختار كل مباراة افضل لاعب فيها. طبعا اللي بيختار في كل مباراة افضل لاعب فيها مش جمهور، يعني اكيد دول فنيين، انا لغايه دلوقتي معرفش مين، يعني معرفش مين، ففي واحد قاعد في الملعب معرفش مين ده، هو اللي بيختار لاعب الجولة، لأن ما فيش استفتاء على لاعب أثناء اللقاء، تمام؟ وبالتالي أنت جايب مراقب بقى مثلا، ولا جايب واحد فني، عايزين نعرف مين اللي بيختار، مين اللجنة اللي بتختار أثناء اللقاء ده أفضل لاعب من ال 22 لاعب اللي بيلعبوا، تمام؟ عايزين نعرف، دي حاجة مهمة، نقطة مهمة جدا. نمرة 2، الطبيعي والمنطقي إن أنت ما بتاخد، لازم انا من وجهة نظري، يعني انت مثلا 9 ماتشات، ال9 ماتشات دول لاعب المباراة اختاروا 9 لعيبة، 9 لعيبة في 9 ماتشات، كل ماتش بيختاروا احسن لاعب في ال22. المفترض ان لاعب الجولة يطلع من ضمن ال9، يعني ال9 اللي بيتم اختيارهم لازم لاعب الجولة يطلع منهم، ما ينفعش مثلا احسن لاعب في المباراة دي ولاعب الجولة يكون واحد ما خدش أحسن لاعب في المباراة نفسها، يعني حاجة كده لا تعقل. يعني الكلام يبدو ليك إنه شكله حلو؟ آه. هل هو حلو؟ لا. هل هو صحيح؟ لا. هل هو منطقي؟ برضو لا. ليه؟ لأن الجانب الأول من القصة بتاعت مين اللي بيختار لاعب المباراة، وأنا عايزكم توضحوا معانا المصطلحات، لأن احنا هنا بنعمل حاجة اسمها تحرير الاصطلاح، الفرق ما بين لاعب الجولة ولاعب المباراة اللي دخلوا في بعض في الكلام عشان توصل لاستنتاج هو مبني على مقدمات غير صحيحة بالمرة، اللي هو إيه؟ اللي هو أنا هحلله لكم ببساطة، ده لاعب المباراة اللي احنا بنتكلم فيه، احنا أيضا هنا في الأهلي خط أحمر احنا نفسنا ناقشنا مين اللي بيختار لاعب المباراة، فده سؤال طبيعي احنا نتكلم فيه كإعلام وما فيهوش أي مشكلة ومش مرتبط بلاعب الجولة، ازاي؟ هفهمك بس واحدة واحدة. فلاعب المباراة احنا قلنا مين اللي بيختار؟ لأن كان جمهور الأهلي نفسه بيطلع في بعض الأحيان يصوت، لأن صفحة النادي الأهلي بعد المباراة بتقول مين هو نسر المباراة، ده على سبيل المثال في النادي الأهلي، وكان الناس تختار أو تدي أصواتها للاعب مختلف عن اللي تم اختياره داخل المباراة من النادي الأهلي أيضا. فالقصة هي مش لا تتعلق بمين من أبناء النادي الأهلي، هم كلهم عندنا واحد، ولكن إحنا طرحنا يا جماعة وقلنا لازم يكون في شركة إحصائيات وشركة تتعلق بأرقام، لأن لازم تتكلم في حاجة اسمها نوعية الاختيار. يعني إيه؟ يعني اختيار لاعب المباراة هو اختيار فني، مش اختيار تصويتي، مش اختيار جماهيري، ده لاعب المباراة. احنا قاعدين نتيجة فنية او نتيجة مجموعة من الداتا او المعطيات بنطلع نقول ايه؟ يا جماعة اكس هو لاعب المباراة، تمام؟ فلما طرحنا الأسئلة قلنا اختيار وآلية لعب المباراة ده، لأن في بعض المباريات حتى في مباريات غير النادي الأهلي كتير بيبدو لينا ان اللاعب اللي تم اختياره فنيا ان هو لاعب المباراة هو ليس بلاعب المباراة. فده سؤال مشروع اعلاميا وكويس جدا اعلاميا، وما عندناش اي مشكله معاه، بل بالعكس عايزين ضوابط، يكون في شركه، الشركه دي تجيب راعي، الراعي وده الشغل اللي احنا نتمنى نشوفه، الراعي ده يدي جايزه للاعب المباراه يسلم له داخل الملعب من خلال شركه كذا اللي بتختار ومختصه بالفنيات، ويكون عندنا شكل منظم لعب المباراه. حلو. طيب ايه بقى الربط ما بين اصل مفترض اللاعب لو عندي 9 مباريات طلع منها كل مباراة في منهم لاعب مباراة، إذن عندنا 9، فده يبقى في النهاية لاعب الجولة من ال9. لأ،
هنا المغالطه، هنا الفكره ان هو اداك جيم يبدو ليك منطقي في الاول عشان يمرر منه حاجه مش منطقيه. افصل بقى معايا، لعب الجوله يا جماعه من البدايه ده امر يتعلق بالتصويت، لعب الجوله ده حاجه معموله للجمهور، بيتم الجمهور بيدخل يعمل فوتنج عليها وبناء عليها بيتم اختيار عدد اكبر ناس اتعمل لهم فوتنج ويتقال ما بينهم ده اكتر حد صوتوا عليه تاني وده يبقى بالنسبه لك هو لاعب الجوله. ده امر لا يتعلق باختيار فني داخل المباراه ولا يتعلق باختيار لجنه فنيه او لجنه منظمه للمباراه ولا يتعلق باختيار مراقب المباراه، ده امر منفصل من البدايه فكرته جماهيريه، فربطه بلاعب المباراة بيديك إيحاء إن في حاجة غلط. ما أنت طبيعي هتقول إيه ده التسعة دول لازم بتاع الجولة يطلع منهم، لا التسعة دول اختيار فني واللاعب الجولة ده اختيار تصويت جمهور آلياته مختلفة تماما. فربط ده بده هو محاولة إن يبدأ يشككك إن في حاجة غلط تتعلق بلاعب الجولة، وأعتقد هو الكلام مفهوم بس الكلام هدفه اللي هتشوفه على مدار الفقرة. بص عشان يعني نلخص القصه دي، انا وجهه نظري حتى لو جبت شركات رعايه لاختيار لاعب الجوله، لاعب الجوله ده باختصار شديد هو اختيار النقاد، لاعب المباراه ده اختيار النقاد، لاعب الجوله الرابطه عملت حاجه كده اسمها تصويت باختيار الجماهير، اختار اللي انت عايزه كما يحلو لك، وهيبقى في النهايه لاعب الجوله موجود اسمه وبينزل على رابطه الانديه، حاجه كده لو انت عايز تقصها تقصها لا بمستوى فني ولا بمستوى داخل الملعب ولا باحصائيات ولا باي شيء، لاعب الجوله ده بما انه تصويت هو راجع لشعبيه الانديه، من الاخر كده هتجيب لاعب من الاهلي ولاعب من الزمالك، حتى لو لاعب الزمالك ده افضل جماهير الاهلي هتختار اللاعب الاهلي، والعكس هتجيب لاعب من الزمالك ولاعب الاهلي افضل جماهير الزمالك هتدخل تصوت لجماهير للاعبها، وده حصل في اشياء كثيره جدا منهم التصويت على افضل منتخب في قاره افريقيا خلال العشر سنوات الاخيره في دوري ابطال افريقيا والمسابقات الافريقيه، لما دخل شيكابالا امام خام بليات وارقام شيكابالا ما كانتش هي الارقام اللي تشفع له ان هو يتحط في التصويت ده، ومع ذلك كان التصويت ما بين شيكابالا وخام بليات وكان اسماعيل الحداد موجود، على الاقل اسماعيل الحداد قدر ان هو ياخد مع الوداد بطوله. اذا الامور بالاهواء، الامور بالحب، الامور بالانتماء، وده مقياس للشعبيه لاعب الجوله. تعال بقى للاعب المباراه اللي هو بيكون بشكل واضح جدا عبر احصائيات او عبر بعض المحللين اللي جم اختاروا لاعب الجوله ودي لاعب المباراه، ودي برده مش هتقدر تظبطها لسبب بسيط جدا، انت لو جبت شركه رايح مع كامل احترامي وتقديري هتلاقي نفسك رايح للاعب اللي النادي بتاعه عنده شعبيه، يعني الاهلي بيلاعب نادي معين، الاهلي عايز تجيب لاعب منه وتعمل له رعايه كويسه وشركه الرعايه وتبقى الجايزه عليها هتجيب لاعب من الاهلي، ولو الزمالك بيلاعب نادي معين هتجيب لاعب من الزمالك، ويمكن شفناها في كاس العالم للانديه لما اتقال لابو تريكا البس انت هتبقى ثالث افضل لاعب في البطوله، وبعد كده رونالدينو هو اللي خد الجايزه لان برشلونه خسر في النهائي، وبالتالي كان في شيء من انواع الدعايه والاعلان. القصه دي باختصار شديد مش دورنا ولا دور الناس اللي بتنتقد فيها، القصه باختصار شديد هي دي ناس بتتكلم في قصه شعبيه النادي الاهلي اللي بتكشف القصه دي، لكن النائب احمد دياب وضح الكلام ده ووضح اللائحه، ومن البدايه اذا كان في لائحه يعني او خلينا نقول بلاش كلمه لائحه، خلينا نقول ايه البروتوكول اللي تم اتباعه في تحديد لاعب المباراه، افضل لاعب في المباراه وافضل لاعب في الجوله. تعالوا نسمع النائب احمد دياب عشان هنكمل بده لنهايه الموسم، لان احنا مش هنسمح باي ضغوط تفرض على رابطه الانديه تغير القصه دي عشان البعض خايف من قيمه وشعبيه النادي الاهلي. الناس هنا بتتساءل، انتوا عملتوا استفتاء على افضل لاعب في الاسبوع، افضل لاعب في الاسبوع ما طلعش افضل لاعب في ولا مباراه. انا مبسوط جدا. مش مبسوط بك النتيجه، مبسوط ان الناس سالت السؤال ده؟ لا مبسوط فعلا من الانجيجمنت. خلينا نوضح للناس اكتر، يعني الفكره كلها ان النهارده حصل حاله من التفاعل على الموضوع ده، فخلينا نوضح للناس، فرصه ان انا معاك النهارده ونوضحها للناس. المان اوف ذا ماتش او احسن لاعب في المباراه دي في اداره محللين اداء قبل خمس دقائق من نهايه المباراه بيختاروا مراقب المباراه مين هو مان اوف ذا ماتش ده. دي الحاجه الرسميه والجائزه الرسميه المقدمه من رابطه الانديه لمان اوف ذا ماتش. من السنه اللي فاتت احنا بنعمل على السوشيال ميديا تفاعل مع الجمهور كل جوله، دي مش جائزه رسميه، دي جائزه الجمهور بناء على تصويت الجمهور. صح، دي موجوده معانا من الموسم اللي فات، ملهاش علاقه خالص بمان اوف ذا ماتش. هي النهارده لو حضرتك رجعت صفحه الرابطه هتلاقي، لا يعني يا سياده النائب الناس بتقول ايه، انا النهارده مثلا طلعت افضل لاعب في مباراه كويس،
وعندي زميلي طلع افضل لاعب في المباراه، يجي تيجي الرابطه تعمل التصويت على ثلاث لعيبه. ما هي مش الرابطه، خليني بقى اشرح لحاجه. هي الرابطه انا يا ريت لو هم في الاعداد يجيبوا الحاج صوره الاستفتاء دي نازله ازاي. طب حطوا لنا يا جماعه بعد غير اسامي. نازله من غير اسامي، هو ده اللي عاوز اشرحه. استفتاء الجمهور ده حاجة، احنا يعني الجمهور هو اللي بيحط الاسامي بالظبط كده، هو ده الفوت اللي حصل، فطلع ثلاث اسامي وفي الاخر طلع واحد. يعني انت قصدك ان الناس هي اللي صوتت على الاسامي دي، فانتوا صفيتوا الاسامي دي لاول ثلاثه على الفوت بتاع الناس، على اول ثلاثه بالظبط، اختاروا منه واحد واختاروا منه واحد. مش انتوا اللي حطيتوه خالص. باختصار شديد الامور واضحه. طب احنا ليه عاوزين نلغي القصه دي بتاعت جائزه التصويت والرابطه؟ لان دي بتطرح ما لا يدع مجال للشك، فوارق في الشعبيه الجارفه للنادي الاهلي مع الانديه المنافسه، لدرجه ان البعض بدا يتحجج يعني حجج كده عن غياب جماهير نادي الزمالك عن التصويت او المشاركه في الاستفتاء. لكن القصه باختصار شديد، التصويت لا امور فنيه ولا امور داخل الملعب ولا مساهمتك في المباراه، هي امور حب وانتماء فقط لا غير. مشجع الاهلي هيختار لاعب من النادي الاهلي، مشجع الزمالك هيختار لاعب من نادي الزمالك. اذا الطرح هنا هيوضح ايه؟ هيوضح مدى شعبيه النادي الاهلي وشعبيه نادي الزمالك وشعبيه غزل المحله وشعبيه اي نادي. طب ده هيظهر مع كمان الاحصائيات المختفيه، يعني لما يكون في احصائيات تقول لك في دراسات عملت شعبيه، فدراسات مش معلنه للجماهير، لكن دي هتبقى كل اسبوع في طرح لشعبيه النادي الاهلي امام الجماهير. وبالتالي كان في ضغوط على رابطه الانديه انها تلغي جائزه التصويت وتحولها لجائزه نقاد. فنتمنى ان اللي بدا بيه رابطه الانديه مش الموسم ده، ده كمان من الموسم الماضي، تستكمل بيه. وعشان تشوفوا قصه الشعبيه ممكن نستعرض نتائج الجولات بالكامل من اول جوله لحد الجوله الثانيه. هو مش عشان تشوفوا قصه الشعبيه بس، هو عشان نعرفهم ليه هم عايزين يلغوها. بالزبط. يعني الطبيعي ان انت لما تشوف الارقام دي هتعرف ان لا، لازم انت لو منتمي لنادي اخر يبقى عندك مشكله حقيقي، لازم يبقى عندك مشكله. طبعا نستعرض الجولات اللي فاز فيها لعيب الاهلي وشوفوا النسب. انت هنا عندك الجوله بتاعه كريم فؤاد. كريم فؤاد لا، ديانج اول حاجه 70% 70.7%. ايبوكا شيكابالا كان 28%. انا بقى هقول لكم حاجه، هنا ليه 28% وليه ما شفتوش النتائج دي تاني؟ يعني كان في نفس ان نقدر ننافس، يعني في الاول كان في بصيص من الامل كده منحوا البعض ان طب يلا ونصوت، لقوا الموضوع النسب مختلفه جدا 70 ل 30%. طب بعد كده الوضع كان ايه؟ كان حمدي فتحي 90% او ما يقرب من 90% 89.2، لاحمد ابو الفتوح 10.3. هنا بدات القصه تبان ان يعني القصه مع الاهلي هتبقى صعبه يا اسامه، فبدا البعض يبدا بقى يحس ان خلاص. خلينا نوضح بس ان خالد قمر كان جايب 4/10 وابوكا في الاولى كان جايب 7/10، وده بيؤكد على فكره يا جماعه ان القصه شعبيه. ممكن يكون خالد قمر عامل يعني جوله هايله جدا، لكن في الجوله الثالثه كانت المنافسه ما بين كريم فؤاد وزيزو، وطبعا دي اللي عملت الازمه الحقيقيه، لان زيزو افضل لاعب في الموسم الماضي من قبل يعني كل المنتمين لنادي الزمالك، هم شايفينه هو الافضل. كريم فؤاد عمل 93% في الجوله، وزيزو عمل 5.8، وكريم بامبو لاعب البنك الاهلي عمل 6/10. الفارق واضح جدا، وان كان زيزو يعني الجماهير بدات تشتغل عليه في جوله ثانيه وزادت النسبه دي في الجوله الخامسه. طبعا الجوله الرابعه خدها الشناوي باكتساح باكتساح، يعني ما كانش في حد بيتكلم غير عن الشناوي، فخدها الشناوي باكتساح. الجوله الخامسه كان برونو سافيو داخل امام عاشور وداخل معاه احمد بالحاج لاعب اسوان، ويعني الحقيقه احمد بالحاج لاعب اسوان كان بيقترب جدا من امام عاشور 2.4، امام عاشور 3.1، ودي بالنسبه لي نسبه غريبه جدا، يعني تحيه لاسوان ولاهلنا في الصعيد اللي عاملين شغل عالي جدا، و94.5% لبرونو سافيو. طبعا النسب واضحه يا اسامه، وواضح يا جماعه التاثير النوعي. احنا هنا بنكلمكم مش في ارقام اللعيبه كسبانه بيها افضل لاعب في الجوله، احنا بنكلمكم في ما هو اهم. ليه في بعض اللاعبين رفضوا يستلموا جوائز؟ لان هي دي القصه. انا ما تعاقبنيش كجمهور اهلي، انت عامل لي حاجه بالتصويت انا نتيجتها. وبعدين لجان ايه يا جماعه؟ احنا عشان افتكرت الموضوع ده لانه مضحك جدا، لجان ايه؟ 200,000 واحد النادي الاهلي جمهوره مش هيعرف يدخل يصوت فيهم؟ يعني احنا بنتكلم فيها يا جماعه، الجمهور الاكثر شعبيه على مستوى افريقيا مش هيعرف يكسب لاعب بتاعه في التصويت؟ احنا بس مش هينفع نعدي الجوله السادسه، لان الجوله السادسه دي افضل لاعب فيها كان اكرم توفيق، ف
فمهم جدا طبعًا. نعرض نسب اكرم توفيق لان دي مهمه بشكل كبير جدا. وهنا التطور اللي حصل على امام عاشور من 3.1 من 10 في الجوله الخامسه، يعني جماهير الزمالك شدت حيلها شويه ادوا 10.4 من 10، ولكن اكرم توفيق ربنا يرجعك يا مفاسا في اسرع وقت ان شاء الله ب 87.2 من 10. ومحمد حمدي زكي ايضا لاعب اسوان وتحيه ثانيه لاسوان ب 2.4 من 10. اما في الجوله السابعه ما كانش فيها لاعب من الاهلي، لا الجوله السابعه دي بقى لا ما كانش فيها لاعب من الاهلي لان كنا متعادلين والناس زعلانه، فدي كانت شعبيه لاعب غزل المحله طبعا برضو فريق غزل المحله وشعبيته كبيره جدا. انا متهيالي هي كده الشعبيه الثانيه في التصويت بعد النادي الاهلي، هي شعبيه احمد الشيخ لاعب غزل المحله 82.9 من 10، ويوسف اسامه نبيه اللي كان سجل هدف قاتل في الدقيقه 96 17.1 من 10. اللي بدانا بيها الجوله بقى الثامنه دي وهي جوله علي معلول، يعني خلينا نستعرض الاول ونقول ان علي معلول 90.2 من 10 وزيزو 9.4 من 10 بعد كل يعني الشحن ويلا يا جماعه عشان خاطر زيزو، ومصطفى فتحي كان 4 من 10. الجوله دي هنقف عندها في نقطه مهمه جدا، لما بدا يكون في ضغوط على الرابطه وبدا تستشعر جماهير النادي الاهلي ان ممكن المسابقه دي اللي هي للجماهير تنتهي، فحصل ايه؟ حصل ضغط على الرابطه. الرابطه اول ما نزلت اعلى تقريبا نسبه تصويت حصلت على الجوله كانت على الجوله دي ما يقارب ربع مليون صوت، 220 تقريبا الف صوت بالتحديد كان نسبه علي معلول فيها 90.2 من 10، ودي اللي كان الجوله اللي بيتكلم عنها بعض الاعلاميين المنتمين لنادي الزمالك ان الوضع خلاص هيتغير وهتبدا جماهير نادي الزمالك تاخد بالها. فوصل زيزو ل 9.4 من 10 واكتسح علول معلول التصويت في يمكن اعلى عدد اصوات حصل في التسع جولات السابقه. طبعا اكيد يا اسامه هنستمر في فقرتنا، بس مهم جدا نقول لكم برضو اللي بيجي لنا تباعا، لان ده قبل اي شيء كتير جدا من جمهور النادي الاهلي انتقل لمدرجات جمهور الاتحاد، والاثنين كانوا بيتعذروا في فكره نقل مصابين، ولحد دلوقتي ما عندناش معلومه اذا كان مؤكده اذا كانت المباراه اتلغت ولا لا، ولكن اللي عندنا معلومه بيه ان طبعا في مصابين كتير بيتم نقلهم دلوقتي، اتمنى لهم السلامه، لان زي ما بنقول لكم ده قبل اي حاجه وقبل اي شيء في الرياضه ان شاء الله باذن الله. طبعا انا متخيل يا جماعه في المشاهد اللي زي دي اي حد في البيت عنده حد موجود في المدرج بيبقى عامل ازاي، لحظات بتبقى صعبه جدا حتى لو حاجه بسيطه، اللي مش موجود في المدرج وشايف ابنه شايف اخوه شايف قريبه شايف ابن عمه شايف حد منه بيبقى حاسس ان اللي حصل في المدرج هو اسوأ حاجه ممكن تحصل في الدنيا حتى لو هي بسيطه، فنتمنى فعلا تكون بسيطه، ونتمنى ان شاء الله الناس كلها تروح بيتها بالسلامه، ونتمنى ان نشوف كل الناس بخير. اكيد يا اسامه لو حابب تعقب يعني ربنا يسرها طبعا، ويعني كنا كل اللي متخوفين منه هي فكره الاصابات، ويعني للاسف كده في اصابات يا رب تكون اصابات بسيطه. والحقيقه يعني احنا في القصه دي بنتذكر يعني مشاهد سلبيه كتير جدا ويعني عانينا منها كتير جدا، فيا رب يا رب يا رب كل المصابين يرجعوا يعني بسرعه الى اهاليهم وما يكونش فيه اي حاجه كبيره، وان شاء الله ربنا يسترها بغض النظر عن مباراه الغائها من عدمه. القصه هي روح انسان، روح شاب يعني اكيد اكيد كان جاي يستمتع بلعبه بيحبها، نتمنى ان هو يرجع بيته سليما معافى في اسرع وقت يا رب يا رب. وان شاء الله خلال الحلقه لو جات لنا اي اخبار ممكن تطمئنكم هنقدر على طول يعني نتواصل معاكم ونطمنكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا اكيد في الموضوع ده هيكون في اي وقت واحنا شغالين في الحلقه معاكم، لو جالنا اي معلومه اولويه لازم هنوافيكم تباعا بيها، وان شاء الله باذن الله الامور تروح لحته كويسه. مهم بقى نرجع معاكم لازاي تم ممارسه ضغوط اعلاميه. الموضوع بدا بتصريح من احد المسؤولين في في في, في النادي المنافس بيتكلم عن فكره ضروره ان جمهور نادي يصوت للاعبين، لان ده بينعكس على الشعبيه وبينعكس على الرعايه وبينعكس على امور كتير. من هنا بدات تتبلور مخاوفنا ان لا الموضوع فيه مشكله والموضوع هيبدا فيه ضغوط كبيره جدا لالغائه، لان طالما اتخذ ان ده انعكاس لده والكتله التصويتيه للمنافس مش قادره تتفوق على النادي الاهلي وده طبيعي، يمكن البعض داخل الملعب حاول يعمل حاجات يقرب القصه شويه، انما خارج الملعب وفي امور زي دي صعب التدخل فيها، جمهور النادي الاهلي لا ينافس ولا يقارن. فكان بالنسبه لنا هيبدا لوبي اعلامي يشتغل، هتبدا ضغوط واذرع اعلاميه تشتغل عشان تسمعوا اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي من احمد حسام ميدو. انتوا عارفين ان في كل ماتش بعد الماتش
الرابطه بتختار مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه، واللعيبه بتطلع اللعيب اللي تم اختياره بيطلع يختار بياخد جايزه رجل المباراه، والموضوع عادي. انما النهارده في الزمالك اللي حصل ان زيزو والزمالك رفض ان يبقى فيه لعيبه من عنده ياخدوا جايزه رجل المباراه او ان هو يستلم جايزه رجل المباراه. السبب الرئيسي ان اعتراض الزمالك على الشكل اللي معمول بيه تصويت الجايزه بتاع الجايزه بتاعه الاسبوع بتاع جايزه يعني جايزه لاعب الاسبوع، وبناء عليه زيزو خد تعليمات من امير مرتضى ان هو ما يطلعش ان هو يستلم الجايزه. وهنا انا دايما برضو بشوف اللي احنا بنعمله صح ولا غلط وايه اللي احنا المفروض نعدله. انا رايي ان موضوع جايزه لاعب الاسبوع ده لازم يتم اشراك الجماهير فيها، لكن اشراك الجماهير يبقى بنسبه صغيره، ويبقى في لجنه من اساطير كره القدم واساطير الدوري المصري يبقوا كلهم كل واحد بالرساله بيبعتها لك بيقول لك رجل الاسبوع هو الشناوي، هو زيزو، هو ايا كان مين، صالح جمعه، لياو انور، ايا كان مين، ويبقى في برسنتج او نسبه مبنيه على صوت الجماهير، لكن النسبه دي ما تعديش 10-15%. والاساطير دول مثلا 10 بيبعتوا يكتبوا كذا 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 كذا، وانت بناء على التصويت بتختار. انتوا هتلاقوا كل الامور ماشيه بسلام الى ان يبدا النادي الاهلي جمهوره يعمل له افضليه في حاجه، فنبدا نلاقي الاقتراحات والتصورات وكل ده بيظهر فجاه. ده مش وليد الصدفه، انت لازم تربط الكلام ده بحاجات تخص الرعايه من نفس الاعلامي ناقشها وكان بيتكلم فيها فيما يخص رعايه ناديه مقارنه برعايه النادي الاهلي، فتبدا تلاقي وكان الموضوع كبير جدا. يا جماعه مع احترامي بكل احترافيه، الرابطه قالت هذا امر عاملينه جماهيري، ايه علاقه اشراك النقاد بيه؟ يا سيدي اعمل جايزه للنقاد زي تصويت كده رابطه النقاد الصحفيين موجوده في البريمير ليج اللي بتختار بيه لاعب الشهر يا اسامه. واحنا كلنا متابعين دوري انجليزي وعارفين في رابطه، وبالعكس بيكون في جدل برضو فيها وبتاع، ولكن اعمل كده رابطه النقاد بتختار لاعب الشهر، ما تختار رابطه النقاد ولا كل الاحترام وقتها اختيارها، انما دي حاجه معموله ببروتوكول من اول الدوري ان هي متعلقه بتصويت الجمهور لحاجه تعمل فاعليه وتفاعل مع الرابطه. ايه علاقه ده ان نشرك معاه نقاد ونخلي الجمهور له نسبه؟ دي حاجه جماهيريه، عايز تعمل حاجه بالاليه دي اعملها بعيدا عن الشيء الجماهيري. والمهم يا جماعه، وانا بقى عايز اتكلم بامانه وصراحه ومباشره في النقطه دي، لاعبنا الكبير كابتن محمد صلاح اللي كلنا بنفخر بيه كمصريين، وده طبيعي لان مقارنه بحاجات كتيره واخفاقات كتيره للكره المصريه، الراجل ده لازم نعترف ان هو بيعمل دور كبير جدا في الكره المصريه والاسم مصر رياضيا، ده شيء بالنسبه لي لا يخضع للشك. ولكن لما فاز بجائزه افضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور من شهور قليله جدا وراح في الامارات الشقيقه تسلم الجائزه، أنا ليه ما شفتش حد طلع يقول أصل الجايزة ومنطقيتها وليه ما نعملش وليه الجايزة دي ما اختاروش معاها بعض النقاد، وليه بالنسبة لنا هي بتصويت الجمهور، وإزاي بنزيما عامل الموسم الكبير ده، وإزاي ميسي، وإزاي بينافسوا على الجوائز، وإزاي محمد صلاح كان ترتيبه كذا هنا؟ عادي جدا، الناس اتعاملت يا جماعة بمنطق الجايزة، منطق الجايزة المجرد والمباشر إيه؟ تصويت الجمهور. تصويت الجمهور. يبقى كابتن محمد صلاح لما ياخد الجايزة هو خدها وفقا لمعاييرها المتعلقة بدور الجمهور في انه يكسبك الجايزة، لا تنتقص منه ولا تعيبه ولا تحتاج تنظير ولا تحتاج نقول اصل الجايزة دي كنا دخلنا فيها نقاد، الامر بسيط جدا والناس كلها قالت تمام وحلو وبرافو وكلنا اشدنا بالموضوع ونزلناه على صفحاتنا واحتفلنا بيه، عادي جدا. لما بيجي الموضوع عند النادي الاهلي ما بيبقاش عادي، بنبدأ عشان أسباب كتيرة جدا واعتبارات احنا عارفينها نبدأ نقول احنا زعلانين وتصرفوا يا إما هنبوظ الجايزة دي، وعشان كده هنفضل طول الوقت دي قضيتنا مش عشان جايزة ولا عشان اختيار النادي الأهلي، قيمته وقيمة لاعبيه كبيرة جدا، ولكن عشان مش مبدأ كل ما هو للأهلي تفوق فيه يتم محاولة تغييره أو محاولة نزع الأفضلية دي من النادي الأهلي. هو موضوع يعني
اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا ان هو مرتبط بقصه الرعايه، والغريب ان يجي على لسان ميدو اللي كان من فتره بيقول انا ليه ما اخدش رعايه زي النادي الاهلي، انا شعبيتي زي شعبيه النادي الاهلي. فموضوع يعني كشف القصه دي، واي تصويت بيكشف القصه دي، وبالتالي وصل حاله من الياس لبعض الاعلاميين عن قصه ان افضل لاعب في الجوله يكون خارج النادي الاهلي. تعالوا نشوف الكابتن خالد غندور قال ايه، عشان عندنا تعقيب مهم جدا بعد الفيديو. دي لازم يكون من معايير، اولا 5 لعيبه قدامه من جميع الانديه، واحد زملكاوي، واحد اهلاوي، واحد اسماعيلاوي، واحد محلاوي، واحد اسواني، واحد يعني كده تمام، 5 من كبار نقاد شيوخ النقاد الرياضيين تمام، معاهم 2 شباب من نقاد الرياضيين شباب، فاهم قصدي؟ عشان يبقى فيه كل ال نمره 3 محللين اللي بيقعدوا يتفرجوا على الماتشات، كمان يكون في ناس بتروح، فنيين، اللجنه الفنيه داخل اتحاد الكره او رابطه الانديه، يروحوا يتفرجوا على الماتشات بنفسهم. وعلى هذه الاسس كمان 10% للتصويت الجماهيري، 10% فقط، وعلى هذه الاسس اللي انت بتحطها والمعايير بتختار في الاخر مين لاعب الجوله. لكن انت سايبها عايمه كده وخلاص كده، ما انت ممكن مثلا تلاقي لاعب الجوله في ال 34 اسبوع 32 من الاهلي، وتلاقي في الاهلي طلع الثالث في الاخر. طب ايه المنطق في ده يعني؟ والله يعني الواحد لو عايز يصغر عقله هيرد على قصه تلاقي 32 اسبوع يطلعوا من الاهلي وتلاقي الاهلي يطلع ثالث. الاهلي بيطلع ثالث كل 30 سنه، يعني الاهلي في بطوله الدوري هو الرقم القياسي اللي بيضاهي ضعف عدد انديه الدوري مجتمع تقريبا بما فيهم نادي الزمالك. ولكن القصه مش هنصغر ليها بالشكل ده، القصه بوضوح ان الناس دي عندها ازمه حقيقيه مع جائزه، هي جائزه جماهيريه، يعني اللاعب ده لا بياخد درع ولا بياخد اي جائزه ولا بياخد اي مقابل مالي ولا بياخد اي حاجه تذكاريه، كل اللي هو بياخده دعم جماهيري فقط لا غير، وبالتالي هي دي الازمه الحقيقيه. وهنا لازم نقول ان قصه الناس دي كلها مع شعبيه النادي الاهلي، مع رعايه النادي الاهلي لا اكثر ولا اقل. نشوفكم بعد الفاصل والاهلي خط احمر. لسه معاكم في حلقه الاهلي خط احمر، ولكن زي ما قلنا لكم طبعا هنوافيكم تباعا باي معلومه تكون عندنا فيما يتعلق بمباراه السله بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد. طبعا الفريقين رفضوا يستكملوا المباراه او لم يتم استكمال المباراه وتم الغائها رسميا. الاهم عندنا زي ما قلنا سلامه كل واحد في المدرج، سلامه كل واحد موجود، ان شاء الله باذن الله الناس تكون بخير، الناس تكون كويسه، الناس تروح بيتها سليمه، وان شاء الله نمر من الموضوع من غير ما يسيب اي اثر سلبي في نفوسنا. وان شاء الله ان شاء الله واحنا موجودين في الحلقه نطمنكم على الناس ان ما فيش اي حاجه ممكن تكون مفجعه لا قدر الله، واي حاجه بتجيلنا تباعا بنوافيكم بيها. يعني ربنا يسترها طبعا، يعني حاله بتكون صعبة جدا لما بنمر بيها وبتفكرنا بذكريات سلبية. يعني نتمنى ان الامور تبقى خير، وان الاصابات ان شاء الله لو في اصابات ما تكونش اصابات كبيرة، وان الناس تقدر ترجع لبيوتها يعني في اسرع وقت ممكن، لان الامور دي بتبقى صعبة جدا. يعني من الحاجات اللي بتبقى في ملاعب كرة القدم او كرة السلة يعني اثارها السلبية بتمتد على سنوات. فخلونا برضو يعني هنطلع فاصل كده نحاول نتواصل مع اي حد في الصالة أو نشوف يعني أي شكل من الأشكال الرسمية اللي نقدر نخاطبكم بيه ونطمنكم بيه. فيعني نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل والأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم وبرنامجكم الأهلي خط أحمر، وزي ما بنقول طبعا اكيد الناس متوجهه عشان عايزه تعرف ايه اللي بيحصل. زي ما قلنا لكم رسميا تم الغاء المباراه، مدير الصاله صرح في تصريحات رسميه ان في 9 حالات اصابه، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان تكون حالات الاصابه بسيطه ويقدروا يتجاوزوها، نتمنى ان شاء الله ان ما يكونش فيه اي شيء يعني يسيب في نفسنا اثر او ذكرى صعبه، نتمنى ان شاء الله ان الامور تكون بسيطه. طبعا الاطقم الطبيه سواء لنادي الاتحاد او نادي الاهلي كان لهم دور مهم جدا، كانوا على قد ما يقدروا بيحاولوا يتواجدوا، بيحاولوا يكونوا مؤثرين، بيحاولوا يقوموا بالاسعافات لاي حد مصاب، وده اللي بيحصل دلوقتي. ودي الصوره طبعا بنحاول نتواصل معاكم باي معلومه جديده بتجيلنا
زميلنا ما بنتاخرش عليكم فيها، وزي ما احنا قايلين وسط ما بنتكلم في اي حاجه الاولويه قبل اي حاجه لاي خبر يتعلق بسلامه اي مشجع مصري ايا كان الوضع ايا كانت الظروف. طبعا هتلاقونا بنتابعكم بالخبر بغض النظر عن احنا بنتكلم في فقره ايه او الموضوع اللي بنتكلم فيه ايه، ونتمنى ان شاء الله السلامه لكل الناس من قلوبنا، بندعي لهم بالسلامه وبندعي لهم ان هم يروحوا بيوتهم النهارده وهم كويسين، وان شاء الله باذن الله تكون حاجه بسيطه. اول حاجه اللي اطمن ان المدير صاله كابتن الدكتور حسن مصطفى تحدث مع طبعا الاعلامي الكبير احمد موسى وقال ان 9 حالات اصابه، حاله واحده فقط لا غير هي اللي فيها مشكله، لكن باقي الحالات يعني مطمئنه للغايه وحاجات بسيطه. يعني نتمنى السلامه للجميع، ونتمنى يعني كل الاسر تكون قادره على التواصل واطمئن على يعني ابنائها، وان شاء الله الامور تكون في خير باذن الله، وان شاء الله تمر بشكل يعني مطمئن وما يسيبش اي اثار سلبيه. يعني اعذرونا في اللحظات اللي زي دي بتكون الامور صعبه بعض الشيء، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله الكل يرجع بيته يعني في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. اكيد السوشيال ميديا وكل المواقع شغاله بتنزل في بعض الصور، ولكن الحاله من وجهة نظر أو طبعا للتصريحات الرسمية مطمئنة الحمد لله. نتمنى الاطمئنان على الجميع بإذن الله. مباراة اتلغت خلاص، مباراة انتهت، أيا إن كان القصة فيها إيه، أيا كان مين بطل المسابقة مش هتفرق كتير، لأن سلامة أي مشجع وأي روح بني آدم أهم بكتير من كل مسابقات وكل منافسات الرياضات على مستوى العالم بشكل كامل. يعني نتمنى السلامة للجميع. طبعا الاتحاد الرسمي للعبة الاتحاد السلة هو نزل خبر إلغاء أكيد يعني، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني يكون الأمور بخير، وإن شاء الله نتجاوز القصة دي على خير وما يكونش في أي حاجة توجع قلوبنا، يعني لأن كفانا يعني أمور ممكن تكون بتأثر على الرياضة المصرية. فإن شاء الله بإذن الله نشوف الجمهور اللي تعرض لإصابة في أفضل حال، وزي ما قلنا إحنا هنا أي معلومة تجيلنا في أي لحظة هنوافيكم بيها تباعا وهنحطكم في الصورة. ولكن طبعا يعني نرجع لأمر يخص النادي الأهلي، وإحنا برضو معاكم في القصة بتاعت السلة. ولكن النادي الأهلي طبعا كان في مباراته الأخيرة أثير جدل كبير جدا مهم جدا نوثقه أيضا في اللحظات دي، يتعلق بالتوقيت بدل الضايع للمباراة. طبعا القصة يا جماعة 6 دقائق وتوقيت المباراة نفسها، وكأن القصة تتعلق بال6 دقائق فقط، لا الأمر كان أكبر من كده. الوقت بدل الضايع نفسه محتاجين نتكلم فيه، القصة نفسها محتاجين إن تحول الأمور في النادي الأهلي، وكأن النادي الأهلي فاز فوز غير مشروع، والأمر غير حقيقي بالمرة. النادي الأهلي حقق فوز مشروع، حقق فوز في الدقائق اللي هي كانت من حقه داخل المباراة، بل بالعكس كتير جدا يا أسامة الأهلي بيكون لوقت بدل ضايع ما بياخدش حقه فيه، وبيكون يستحق وقت بدل ضايع أكتر. ويمكن إحنا أول ناس يا جماعة ناقشنا هنا الحلقة اللي فاتت إزاي إحنا بنطالب بتطبيق فكرة وقت المحتسب الفعلي والزمن الفعلي للمباراة، اللي شفنا إن الاتحاد السعودي قال هيطبقها إيمانا مننا بفكرة إن النادي الأهلي يظل هو لو ده اتطبق هيكون أكتر نادي مستفيد، لأنه أكتر نادي بيتم إهدار الوقت ضده. بالتأكيد يا فارس، يعني لو حابين حتى نستعرض فكرة الوقت بدل الضايع ونستعرض الصور على طول عشان نوضح ان القصة اساسا يعني كانت اكتر من 6 دقائق، والحكم هو اللي منح 6 دقائق. ده طبعا يعني فريق الاعداد اشتغل على التوقفات اللي حصلت خلال الشوط الثاني تحديدا. هتلاقوا حضراتكم اول توقف كان في الدقيقة 50 استغرق 35 ثانية، تاني توقف في الدقيقة أول توقف كان في الدقيقة 47 استغرق 28 ثانية ومعاملينها من الشمال لليمين، والتوقف اللي بعده في الدقيقة 48 استغرق دقيقة 14 ثانية، ثم 35 ثانية في الدقيقة 50، ثم في الدقيقة 53 دقيقة و 58 ثانية، ثم يعني دقيقة و 33 ثانية في الدقيقة 64 حتى 65 58 ثانية، ثم 49 ثانية، ثم دقيقة و ثانيتين، ثم دقيقة و 14 ثانية، ثم دقيقة وثانية في الدقيقة 84 حتى 85. ده خلال الشوط الثاني، يا إما تغييرات يا إما إصابات اللي هي بتتسق تماما مع بروتوكول كأس العالم اللي كان متبع. يعني ده مش كرة أوت أو كرة ركنية، لا ده تغييرات وإصابات وصلت لما يتخطى ال10 دقائق، وبالتالي كان حكم المباراة من وجهة نظرنا غير موفق إن هو يحتسب 6 دقائق فقط لغير وقت بدل ضايع. لكن حتى لما احتسب 6 دقائق وقت بدل ضايع كان عندنا ايضا وقت ضايع داخل ال6 دقائق كان يسمح اننا نكمل بعد ال6 دقائق. لو في صوره برضه نستعرضها
ده بقى يا اسامه زي ما انت قلت داخل الست دقائق نفسهم. طبعا اسامه استعرض معاكم ما قبل الست دقائق اللي هو داخل زمن المباراه اللي استنتجنا منه ان لا الاهلي كان يستحق اصلا اكتر من الست دقائق، فبالتالي حتى لو الست دقائق نفسهم ما كانش داخلهم وقت بدل ضايع فكان بالتالي النادي الاهلي له حقيه، ولكن داخل الست دقائق اصلا النادي الاهلي كان له وقت مستحق اكتر من الست دقائق نفسهم. من الدقيقه 93 و5 ثواني للدقيقه 93 و40 ثانيه 35 ثانيه كاملين اللعب توقف فيهم، ومن الدقيقه 94 56 وطبعا شفنا انذار الحارس لانه هو بيضيع وقت، ده اصلا يستدعي ان فكره الوقت بدل ضايع كان فيه اضاعه وقت بدليل ان الحارس تم اتخاذ اجراء عقابي ضده. ومن الدقيقه 94 56 للدقيقه 95 26 30 ثانيه، وعندنا ايضا من الدقيقه 92 26 للدقيقه 92 49 ما يقرب من دقيقتين حوالي، كل ده وقت بدل ضايع داخل الست دقائق. فبالتالي انت اصلا لو بصيت لقبل الست دقائق يعني داخل المباراه النادي الاهلي كان يستحق اكتر من الست دقائق، لو بصيت في الست دقائق نفسهم لا النادي الاهلي جوه الست دقائق تم اضاعه وقت بدل ضايع وتم انذار الحارس. فبالتالي الموضوع يا جماعه مش محتاج ان احنا نشوف المحاكمات دي والوقوف بالثانية في أمر أصلا قصة عامل الزمن رادد عليه وعامل الوقت بالساعة وبالحسابات كل حاجة مردود عليها، ولكن بنشوف حاجات يا جماعة قدام عين كل الناس وأكثر بقى فداحة وما فيهاش مجال لوجهات النظر وما فيهاش مجال إن أنت تعرف ترد عليها زي ما بنعمل، وما بنشوفش حد بيتكلم وما بنشوفش حد بيقول إن في فرق بتاخد حاجة مش من حقها، وما بنشوفش حد حتى بيقول إن النادي الأهلي مظلوم. وده الغريب يمكن كمان لقطة وصورة غريبة جدا جدا من حكم الفار، أنا للأمانة مش فاهم هو عايز إيه. يعني لما هدف محمد شريف اللي ليس له علاقة بقانون التسلل، اللاعب لاعب الكوره من وهو قريب من الخط بيلعبها لجوه، وبتلاقي الحكم بتاع الفار بيعرض لنا صوره، لو الصوره نقدر نعرضها بيعرض لنا صوره، انا مش قادر افهم ايه فلسفه انك تشوف الصوره دي على الهواء او ان انت تشوف الصوره دي مباشر. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول تسلل مغطي؟ طب هو القصه ما فيهاش شك، والقصه لعبه ليست حملت اوجه او تحتمل ان احنا نقدر نتكلم فيها، القصه هدف واضح وصريح. انت يا ريت حكام الفار اللي كانوا في كتير جدا من الاوقات بيتم ان هم ياخدوا قرارات غلط ضد النادي الاهلي، يا ريت كانوا يكونوا بالكفاءه وبالوعي وبالرغبه في عرض الحالات زي ما احنا شفنا في الحاله دي، لان للاسف تقريبا ما بنشوفش ده غير في حالات تخص النادي الاهلي وحالات بيتم حتى زرع الشك فيها في الناس اللي بتتفرج وهي ما فيهاش حاجه، وحالات بتكون مستحقه للنادي الاهلي بنلاقي الناس بتتفرج. لا بص، هو بس عشان نكون واضحين نقطه، في بروتوكول الفار بيستعرضوا الصور دي، لكن المشكله ان حكم اللي قاعد على تقنيه الفيديو مش عارف التسلل لما تكون الكره سابقه منين. انت المفترض تكون واخد الخط من الكره لان الكره راجع للملعب، لكن ما علينا. عندنا طبعا يعني النادي الاهلي اعلن للاسف بشكل رسمي اصابه اكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، واكرم توفيق هيطير الى النمسا خلال الايام القادمه لاجراء الجراحه. كشفت اشعه الرنين المغناطيسي التي اجراها اليوم اكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي. وقال الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق انه بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وفي ضوء انهاء اجراءات سفر اللاعب الى النمسا لاجراء العمليه الجراحيه هناك بمعرفه الطبيب الذي سبق وان اجرى اكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق، وأضاف أنه في ضوء الاتصالات التي جرت مع الطبيب سوف يتمكن لاعب الأهلي من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية الشهر الجاري. طبعا يعني كنا ننتظر أن تكون الأشعة الثالثة، يعني يمكن النادي الأهلي عمل أشعة أولى ثم الورم وأشعة ثانية ثم الأشعة الثالثة، كنا منتظرين أن يكون الأمر فيه قطع جزئي، ولكن للأسف يعني قطع في الرباط بالكامل. يعني يرجع لنا بألف سلامة أكرم توفيق، يعني بصراحة أخبار يعني سلبية بشكل كبير جدا، ولكن يعني ده طبيعة الرياضة وطبيعة الحياة. إن شاء الله يرجع بألف سلامة. كنا بس حابين نوضح إن الصورة اللي تم أخذها لهدف النادي الأهلي يعني بغض النظر إنها ممكن تقول بعض الشيء إن في تربص، لا كمان في عدم فهم وإدراك لقانون التسلل من قبل تقنية الفيديو. لكن ما كانش ده بس اللي عندنا، عندنا أصلا أزمة في تقنية الفيديو مع الخطوط مش بس مع الحكام. ده اللي احنا دايما بنكلمكم فيه، واحنا يا جماعة لما قلنا عندنا تحفظات كتير جدا
على آلية إدارة الفار في مصر، ومش بس في خطوط التسلل، ده حتى في تدخلاته في أمور كتير جدا، ومشاهدته للعبات مفترض ما يتدخلش فيها، وتدخله في لعبات ما كانش من الطبيعي يتدخل فيها لأنها واضحة جدا. ده لما تسمعه من أحد خبراء التحكيم بيطرحه، يبقى لازم نأكد إن إحنا لما بناخد مسار ليس يتعلق بالنادي الأهلي ومش متعلق بإن إحنا بنتكلم في لعبة أو أمر النادي الأهلي خد حقه فيه أو ظلم فيه، إنما إحنا بنتكلم في أمور ثابتة وواضحة. نطلع ونسمع كابتن سمير عثمان علق وقال إيه. عندنا أول حالة نادي الأهلي يحرز هدف وهيبقى فيه جدل كبير عليه جدا، لكن الهدف هنا هل فيه تسلل ولا لأ؟ طبعا أحمد حسام طه ورفع الرايه. اكتر واحد يقدر يا كابتن احمد يقول الكره دي تسلل ولا لا المره دي بصراحه مش الفار، لان احمد حسام طه واقف عمودي مع اخر تاني مدافع، وكره سهله لمساعد الحكم. نعم. لحظه لعب الكره هنلاقي لعيب النادي الاهلي متقدم، يعني طبعا احنا عندنا التصوير ما زال برده في صعوبه مع خطوط الفار بصراحه، عاوزه يعني لوغاريتم عشان تتحل. انما هنا انا شايف ان لعيب نادي الاهلي متقدم بجزء من جسمه. لكن الثقه هنا تجي لي من احمد حسام طه، لانه واقف مع اخر تاني مدافع، وتسلل سليم من احمد حسام طه. هنا اشاره واضحه جدا، احنا طبعا ما بنتكلمش في اللعبه ان هي مش تسلل او تسلل، بقدر ما انت لازم تقف عند ان محلل التحكيم بيستمد قناعته في اللعبه تسلل ولا لا مش من الخطوط الموضوعه، ومش من تقنيه الفار، ومش من اليه عمل الفار في لعبات التسلل، لا ده بيستمد قناعته من ثقته في الحكم المساعد، لان هو عنده تحفظات كتير جدا على اليه الفار اللي ما اتعملهاش ابديت واللي فيها كتير من المشاكل. بص، يمكن مشهد تقنيه الفيديو ده عشان يصل للمشاهد هيتضح بشكل كبير جدا في مباراه المقاولين والمصري، وده اللي هيربطنا بمباراه الاهلي وفاركو، والحديث عن فكره اصل محمود عاشور لم يخطئ ولكن الكرة هدف، اللي هو ازاي لم يخطئ ولكن الكرة هدف. فتعالوا نسمع تصريحات الكابتن سمير عثمان وهو بيتحدث عن شيء متعلق بتقنية الفيديو داخل مصر. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هنقف هنا بالعين المجردة، بالعين المجردة عندي نقطتين. عندنا مساعد الحكم رقم 2 محمود رؤضة واقف في موقف متميز متميز. عندنا لعيب نادي المقاولين من وجهة نظر انا طبقا العين المجردة انا متأكد حتى هذه اللحظة الكرة دي تسلل، لكن عندنا تقنية الفار. تقنية الفار ما بتيجي يعني بتكتف المحلل لما يجي يحلل. بس في نقطة، لو أنا عندي ثقة كاملة إن السوفت وير والكلام ده أنا بوجهه للاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية كاملة، الكلام ده هم عارفينه. وبنعيد تاني، إحنا لسه في بداية الموسم، مش عاوزين فرق تتظلم بسبب تقنية الفار. باختصار اللي أنا هقوله ده، وأتمنى يبقى في رد رسمي خارج من اتحاد الكورة، السوفت وير، عيد تاني، السوفت وير الفار اللي شغال فيه لازم يتحدث. سوفت وير قديم خاص بالتراينجل، كلمة تراينجل دي الحكام بتوع الفار عارفينها، اللي هي خاص بالتسلل الفار. عندنا السوفت وير الموجود عندنا في تقنية الفار قديم، اتعمل عليه 3 ابديت، احنا لغاية دلوقتي لسه شغالين في القديم. حكم الفار اشتغل صح، حط النقطة، بس عشان السوفت وير عندنا القديم بيطلع نتيجة مش سليمة بنسبة 99%. ده يرجعنا حاجات كتيرة جدا. الكرة بتاعت محمود عاشور السنة اللي فاتت، لو فتحنا الموضوع ده مش هنخلص يا جماعة. الحكم الفار بيحط النقاط صح في حالة لو السوفت وير الموجود عندنا جديد، السوفت وير الموجود في الاتحاد المصري، وهم عارفين كويس قوي الكلام اللي انا بقوله، ولو انا بقول اي حاجه غير اللي انا بقولها يطلعوا ياكدوا لنا. السوفت وير الموجود في الاتحاد المصري قديم، التراينجل خاصه بالتراينجل ده قديم، اتعمل عليه 3 ابديت، اتمنى انه يتعمل. الكره دي من وجهه نظري طبقا اللي انا شايف الكره دي تسلل، مالوش، محدش يقدر يغلط الحكم، ومحدش يقدر يغلط حكم الفيديو عشان هو حط النقاط صح. انا بتكلم في نقطه ابعد، السوفت وير. يعني ايه السوفت وير؟ التجديد بتاع الاجهزه بتاعه الترينجل بتاعه كلنا. مكلف يعني كلنا في الاستوديو يعني؟ والله لو مكلف يا كابتن محمد، لو مكلف ما كنتش تجيبه من الاول. انت عارف ان اي حاجه، الناس كلها اللي سامعيننا دلوقتي، اي حاجه في الكمبيوتر بتبقى سوفت وير لازم كل فتره بتتجدد. لو انت ما عندكش القابليه انك تدفع وتجدد يبقى ما تستعملوش، عشان في حد هيتظلم، عشان انت بتدفع فلوس اصلا. يا جماعه جددوا التقنيه وكل الناس عارفينها، يعني اكيد لجنه الحكام كابتن كلاتنبرج اكيد لازم يبلغ الناس، لان المعلومه طالما انا وصلت لي انا بره الاتحاد، يبقى اكيد اللي جوه الاتحاد عارفين المعلومه. لو ركزتوا في الفيديو ده هتعرفوا ان احنا في كارثه حقيقيه بيدفع ثمنها النادي الاهلي وانديه اخرى. يعني المقاولين والمصري ده انت بتتكلم عن هدف
تم بالعين المجرده انتشاف التسلل، تم احتسابه هدف عشان السوفت وير بتاع تقنيه الفيديو يعني عدى عليه 3 ابديت، يعني محتاج يتحدث 3 مرات او من سنتين 3 كان المفترض يتحدث. وده اللي قاله الكابتن سمير عثمان بين السطور، ان لو رجعنا لقصه محمود عاشور وفاركو مش هنخلص، وده بيوضح ازاي كنا كلنا شايفين هدف بيرسي تاو هدف، ولكن تقنيه الفيديو طلعت الكره تسلل. ده بيخلينا نطرح تساؤل، السبع اهداف اللي اتلغوا للنادي الاهلي بتقنيه التسلل كان المشكله في السوفت وير ولا المشكله في ايه بالظبط؟ لان ما اعتقدش في فريق اتلغى له عدد الاهداف بسبب تقنيه التسلل اللي كانت مثيره للجدل زي النادي الاهلي. يعني حتى كريم فؤاد في مباراه الداخليه اتحدثنا عن هدف في اثاره جدل، بالامس بتتكلم عن اهداف فيها اثاره جدل، طول الوقت بتمر باهداف للنادي الاهلي فيها اثاره جدل مع كريم فؤاد تحديدا يعني الموسم ده، لكن المواسم الماضيه كان مع لعيبه كتير، كهربا وغير كهربا في مباراه سيراميكا ومباراه المقصه ومباريات كتيره جدا. فهل النادي الاهلي هيدفع ثمن كل حاجه متعلقه بسلبيات تقنيه الفيديو واستعداد مصر اصلا لعمل تقنيه الفيديو؟ ده اللي احنا شايفينه. وفي الاخر بتيجي بعض الناس تتحدث تقول اصل لما تقنيه الفيديو اشتغلت في مصر الاهلي ما خدش الدوري. ده طبعا باطل يراد به باطل، لان المفترض لما تيجي تكلمنا عن تقنيه الفيديو يكون حتى في سوفت وير بيتعمل زي ما قال الكابتن سمير عثمان. ومش الكابتن سمير عثمان بالمناسبه اللي قال بس الكلام ده، مش الكابتن سمير عثمان، عشان كده ممكن البعض هو بيسمع يقول كابتن سمير عثمان عنده غرض ما في كلامه، او ان هو بيتكلم في منظومه التحكيم وهو بره الاتحاد. ولكن اللي اتكلم فيه كابتن سمير عثمان زي ما قلنا خطورته مش في اللعبه دي، خطورته في فكرة التسللات نفسها، خطورته في لعبات شفناها كتير جدا مؤثرة على مصير بطولة زي تسلل بيرسي تاو الموسم اللي فات. يخلينا كتير جدا جدا لما كنا بنيجي هنا في الأهلي خط أحمر ونتكلم في خطوط التسلل ونتكلم في لعبات كتير جدا احنا مقتنعين ان فيها مشكلة في وضع النقاط، لان مش بس وضع النقاط نفسه، لا عملية الصورة تبدو ليك بالعين المجردة ان القرار مش طبيعي. ولكن كان كابتن سمير عثمان ربما اتى متاخرا بتفسير اللي احنا اتكلمنا فيه، ولكن ما كانش كابتن سمير عثمان بس، لان كمان كابتن ياسر عبد الرؤوف كان له راي في نفس القصه نسمعه ونرجع نعقب. احنا قلنا دايما رؤيه العين بتبقى مختلفه عن التقنيه. تمام. ولما ابدا اشوف الخطوط ببدا اكبر الصوره عشان اشوف الخطوط العموديه اللي هي نازله من النقطه اللي انا اخترتها للمقارنه. تمام. الخطوط اللي هي بتبقى بعرض الملعب اللي هي من ناحيه المساعد لغايه عندنا لغايه الكاميرا دي النتيجه. ويمكن ده اللي عامل داود او لبسه عند ناس كتير. فانا برضو من عندك، احنا دايما بنقوم بمبادرات كده بتبقى لذيذه شويه. انا بطالب اتحاد الكوره ان هو يعمل ابديتنج تمام لتقنيه التسلل في اللي هي الخاصيه الثالثه اللي هي الترينجل. تمام. بحيث ان هي تبقى ماشيه مع او متواجده مع اللي بيحصل دلوقتي بره، وده اللي شغال فيه الدوري السعودي والدوري الاماراتي. علشان الخطوط دي ما تطلعش تعمل بلبله عند الناس. بس الخطوط ما لهاش علاقه بصحه الهدف او عدم صحته، هي بس عشان المشاهد يشوف خط صح. خلاص احنا حطينا مبدا يا كابتن خالد، مش احنا اللي حطيناه، ده البروتوكول اللي حاطه. طالما ان انت واخد لحظه اللمس مظبوطه، وطالما ان انت واخد النقط بشكل سليم، انت ما بتتدخلش، التقنيه هي اللي بتشتغل، الكمبيوتر هو اللي بيشتغل، البرنامج هو اللي بيشتغل، بيطلع لك النتيجه انت مالكش اي يد فيها، والنتيجه بتبقى مظبوطه. عشان اقول غلط، علشان اقول غلط يبقى لازم اقول فين الصح. ده تاكيد على كتير جدا من الاوقات اللي احنا كنا بنتكلم عن مخاوفنا فيما يتعلق بفكره التسللات، وفيما يتعلق بفكره تقنيه الفار، اللي احنا اصلا مش بس في التسلل، احنا عندنا تحفظات كبيره جدا طرحناها في الاهلي خط احمر على اليه عمل تقنيه الفار في مصر وتدخلاتها ومخاوفنا من ان هي لم تاتي بمصلحه التحكيم. وده مش معناه ان احنا عايزين نستبعد الفار، الاهلي كان اول الفرق المصريه اللي طالب كمان داخل مصر وفي افريقيا في مناسبات عديده بتطبيق تقنيه الفار، ولكن احنا عايزين فار بجد، فار زي اللي بره. النادي الاهلي بيحقق معاه دوري ابطال افريقيا وبرونزيات عالم للانديه، فار في فعلا تقنيات نقدر نثق لقراراتها، مش فار الفيشه وكاتل الشاي والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها كتير معاكم.
هو الموضوع بس مش متعلق بتقنيه الفيديو، هو موضوع متعلق هو مين بيدير لجنه الحكام الحقيقه. يعني هل كلاتنبرج هو اللي بيدير لجنه الحكام؟ شفنا تغيرات وتعيينات في وقرارات متعلقه بلجنه الحكام، ولكن لما الكابتن سمير عثمان بيقول انا بكلم الاتحاد وانا عارف من الداخل ان في ازمه في السوفت وير والمفترض ان هو يتحدث، امال فين المسؤولين؟ لما يجي بقى الكابتن ياسر عبد الرؤوف يتحدث عن عوده حكام ويطمن يعني اعلامي في قناه نادي الزمالك عن فكره عوده الحكام، يبقى القصه مين اللي بيدير ومين اللي بيطلع المعلومات والقصه ماشيه ازاي؟ ولما يجي الحكام يجتمع بكلاتنبرج عن التعيينات واعتراض على التعيينات يقول انا مش انا اللي بعين وانا مش عارف، وكان رئيس لجنه حكام لا يقوم باعماله زي بالظبط حكام الفيديو اللي هي لا تقوم بعملها وبتيجي تمضي وتروح وتخلي حد يمضي لها انصراف. وفي النهايه لما تم اتساع عدد مقاعد حكام تقنيه الفيديو الدوليين لست مقاعد، الثلاث اسماء اللي بيمضوا ويروحوا هم اللي اتحطوا في القائمه الدوليه، فموضوع صعب جدا. ولكن خلونا نشوف الاصعب مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيوضح ان الحكام اللي هترجع تطمئن جماهير نادي الزمالك. بارك لكل الناس اللي دخلت القائمه، وبقول هارد لك لكل الناس اللي ما دخلتش، ان شاء الله لسه العمر قدامهم يدخلوا. برضه هكمل قائمه الفار، احنا كان عندنا محمود ابو الرجال، عندنا محمود عاشور، عندنا طارق مجدي، زاد عليهم ثلاثه بنهنيهم، وائل فرحان، حسام عازب حجاج، عمرو احمد الشناوي. ده وائل فرحان ده اللي دخل بقى دولي فار، هو اللي بعت للكابتن محمد عادل عشان يلغي ضربه الجزاء بتاع صافيو، والحكم مستر كلاتنبرج وقفه الماتش اللي بعده. وعشان برضه اطمنك يا كابتن خالد، الفتره اللي جايه ان شاء الله انت هتشوف محمود عاشور كحكم ساحه موجود في الملعب، هتلاقي محمد الحنفي موجود، هتلاقي محمد الصباح موجود. دول كل دول كانوا وقفهم الحكم يعني كلاتنبرج. كانوا بعيد فتره، وفي نفس الوقت برضو يعني انا بطالب لجنه الحكام يا جماعه حاولوا تدوا رخص جديده، حاولوا توسعوا مساحه المساعدين شويه عشان الناس تبدا تاخد فرصها. طبعا شايفين الربط عن الحكام اللي لنا مواقف معاها في تقنيه الفيديو اللي بنبارك لهم، كابتن ياسر عبد الرؤوف بيبارك لهم، وائل فرحان وحسام عزب وعمر الشناوي، اللي يعني الثلاثه لهم مواقف سلبيه جدا مع النادي الاهلي وهم حكام تقنيه الفيديو اصبحوا دوليين. فتدخل خالد غندور وقال له مش وائل فرحان ده اللي استدعى محمد عادل على ركله جزاء ورفض؟ انت بتاكد ان الحكم استدعى محمد عادل في شيء لا يجب ان هو كان يستدعيه فيه؟ فبتاكد المعلومه خلال وائل فرحان وحسام عزب وعمر الشناوي. وبيطمن بقى الكابتن ياسر عبد الرؤوف تاني، لا ده مش بس تقنيه الفيديو اللي هيبقى فيها شغل كبير من الناس اللي هم بيجوا على النادي الاهلي، لا ده احنا كمان اذا كان عاشور عنده ازمه مع النادي الاهلي ده هيرجع حكم ساحه، اذا كان الصباحي عنده ازمه مع النادي الاهلي وبيحسب اهداف لنادي الزمالك الكره بتضرب في العارضه وتنزل على خط السته، اذا كان الحنفي عنده مشاكل مع النادي الاهلي، كل الحكام دي هترجع. والحقيقه لقيته بيوجه بقى رساله للجنه الحكام، واللي اتقال ان الحكام دي من خالد غندور كانت على خلاف مع كلاتنبرج، فعشان كده انا بسال هو مين اللي بيدير لجنه الحكام؟ سؤال صعب جدا هتجد اجابه ليه، حتى لو قلنا لكم انتظرونا بعد الفاصل والاهلي خط احمر. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر، اكيد يعني حلقه واحنا شغالين كان معانا خبر صعب او من الاخبار اللي طبيعي يعني ما نحبش تبقى موجوده، ان حد ممكن يتعرض لاصابات من جمهور او يتعرض لاي موقف خطر، اكيد طبعا ده بيشغل بالنا قبل اي حاجه من وازع انساني ووازع له علاقه يا جماعه، لان الرياضه اصلا موجوده عشان الناس تفرح وعشان الناس تتبسط، فاكيد لما يكون ده مش موجود واكيد يكون عندنا ظرف زي ده تبقى قلقان على الناس وقلقان على اي حاجه ممكن يكونوا تعرضوا ليها. بس عايزين نطمنكم ان لحد الان الاخبار عن الاصابات تواجدت في مستشفى اكتوبر طبعا بيخضعوا للعلاج وتم نقل كل المصابين ليها، وطبعا النادي الاهلي نزل بيان او نزل خبر بيوجه فيه رساله بيقول فيها مجلس اداره الاهلي واعضائه وجماهير النادي يدعون المولى عز وجل ويتمنون الشفاء العاجل للمصابين من جماهير الاتحاد في مباراة السوبر لكرة السلة. أنا مش عايز أقول إن هي دي الرياضة، لأن هي دي الإنسانية وهو ده اللي مفترض كلنا نكون عليه، وده اللي مفترض كلنا نتشاركه دلوقتي، الدعاء لأي حد مصاب بالخير، بأن يا جماعة هدفنا كلنا إن المنظومة كلها تكون بتنعم
بافضل لحظاتها وبتنعم بلحظات حتى دافعها في رياضه السله او في اي رياضه اخرى. ومن اهم ده هي سلامه الجماهير اللي حتى موجود في اي لوائح يا اسامه من عوامل الاساسيه موجوده وبروتوكول اللي بيحفظ سلامه الجماهير، لان الجماهير هي اي لعبه يا جماعه، جمهور اي لعبه هو العنصر المكون الاساسي ليها. هو ان شاء الله يعني في اخبار مطمئنه ان المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه يتحدث ان عدد الاصابات 17 ومفيش اقصى من يعني مفيش حالات وفاه الحمد لله، وده كلام المتحدث الرسمي. اما المتحدث باسم وزاره الصحه قال ان هو جاري حصر الاعداد يعني النهائيه للاصابات، فربنا يطمنا بالتاكيد عليهم، وده يعني شيء لحد ما يطمئن بعض الشيء. ولكن يعني طبعا واجب وشكر لرئيس الاتحاد اللي على طول رفقة نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق ومدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العودي اللي كانوا حريصين ان هم يتواجدوا في المستشفى مع المصابين. هي دي طبيعه الرياضه يا جماعه، احنا بنتنافس على ارض الملعب فقط لا غير. اما اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما يحصل حاجه زي دي في ازمه اكرم توفيق وكهربا وما تم اثارته على السوشيال ميديا اللي كنا بنرفضه، مستحيل احنا هنيجي نقتضي بيه، لا احنا ما زلنا بنرفضه، وهي دي الرياضه. ونتمنى ان شاء الله ان تكون حالات الاصابه يعني بسيطه، وباذن الله سواء ال 17 حاله او يكون العدد اقل باذن الله يعني يكون الامر هين ويقدروا يرجعوا بسلامه الله لاهاليهم اللي بالتاكيد قلقوا عليهم بشكل كبير جدا، وان شاء الله نتخطى مثل هذه الازمه وما يكونش في اي ازمه باذن الله، مجرد اصابات فقط لا غير. وشكر مره اخرى لرئيس الاتحاد اللي كان حريص ان هو يتواجد مع المصابين، وطبعا من طرف النادي الاهلي طبعا الكابتن او الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والكابتن خالد العودي. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع، سلام.